عشان بس ما تقوليش اني مش سالة عنك. وهي رجليا فتفجت من شويه؟ معلش بقى اعمل لك انت اللي طلعتي طريه. اهلا اهلا بالحلوين. ها ضاربين من المره دي؟ تحى ايه اللي جابك هنا؟ جاي ارقص هنا يا اختي، اكون جايه ليه؟ والله ما هو بعيد عنك يا اختي، يلا ارقصي. طب يا اختي طبلي لي وانا ارقص، لسانك طويل وعايز قطعه. ده انت اللي لسانك قطع، بس اعمل ايه؟ دمك خفيف مع انك كنت طايحه فينا زي الطول الهايج المره اللي فاتت. امال انا عايزين نعمل ايه بعد ما قعدتوا تلقحوا عليا؟ ما محبه الا بعد عداوه. بقول لك ايه؟ هي الكحله اللي انت حطها جوا عينيكي جامد دي عاملاها لنفسك؟ اصل كنت مكسوفه اسالك المره اللي فاتت. تعالي وانا اعملها لك، والنبي ده انت امك. جد؟ شايفه؟ شايفه الصحاب؟ هتحط لي كحله، مش بتلففني على كعب داير. اوامك بعتيني؟ ما انت يا اختي اللي قلتي لي لففيني، عايزه اشوف ناس، اعمل ايه انا بقى؟ اهلا اهلا اشرقت الانوار. مين بقى اللي عورك المره دي يا شطر؟ ده انتوا بقى معروفين ومقفوشين قبل كده. معروفين ايه ومقفوشين ايه؟ دي كانت يعني عركه بسيطه كده راحت لحل، لا يتحمهم ويحرقهم. تسلم يا دكتور. شكرا. الف سلامه عليكي. الف سلامه عليكي. تقومي بالسلامه يا اختي. في الشهر كام بقى؟ لسانك عايز اطعم ما ربيتك. يلا وتعالجوا وتعالوا لي على السلم، انا فاضيه. هنجيلك يا اختي، بس لازم تحط لنا كحل احنا الاثنين. بقولك يا بت، ده انا مش هحط لك كحل، ده انا هحط لك شطه. بقولك يا بنت ما تجيبي نفس، خدي. طب ليه وايه اللي غصبك على كده؟ ليه بتدخن من اساسه؟ هو انت يا بنت ما تاخديش نفس خالص، يا تخلصي السيجاره كلها في نفس واحد؟ ايه ده يا بنت يا هبله؟ الرجاله لما بتشوف الست بتشرب السيجاره بيلهلبوا كده اهو، بيريلوا عليها. تعرفي الحاجات دي منين انت؟ بتخشيش سيما؟ بتخشيش افلام ناديه الجندي؟ بتشوفيش اميره عبيد؟ اميره عبيد ده ايه؟ اسمها نبيله عبيد. انت ما شفتيش لما الواد كان قاعد تحت رجليها وهي قاعده تشرب السيجاره وتنفخ في وشه وهو ايه مهبول عليها ونزل عند رجليها يبوسها؟ لا وانت بتتكلمي على مين يا اختي؟ وانت مش مظبطه مع الراجل الهندي؟ انت حكايتك بالظبط؟ واخده بالك مني انت قوي يا اختي ومركزه معايا؟ لا يا اختي هرشاكي قوي. مش فاهمه حاجه بتقولوا ايه. اصل انتي هبل. البت دي يا اختي لما البيت كله في عبها، مش انتي تتقفشي بخمسين ملطوش وتترني علقه وتطردي، لكن دي يا حبيبتي ذكيه، تاخد الفلوس بتاعه البيت وبرضا البيت كمان. يخرب بيتك، انتي طلعتي حراميه يا بت. انا اسود؟ فاكره انا سرقت بجد يا بت؟ انتي هتعمليهم عليا الكلام ده يا حبيبتي؟ تقوليه للهوانم بتوع المهندسين، لكن بيننا وبين بعضينا ما ينفعش الكلام ده برضك. ثلاثة بالله العظيم ما سرقت حاجة. يعني انت ماشية كل ده معايا وانت فاكرة ان انا حراميه؟ يظهر ان انا طلعت هبلة بقى. طب ايه رأيك بقى ان الناس كلموني وعايزين نرجع الشغل، يبقى انا حراميه بقى؟ يا اختي انت وهي مالكوا؟ ايه اللي جرالكوا؟ ما تصلوا على النبي. خلاص يا ست ما تتحمقيش قوي، مصدقاكي. الواحدة عاملة شريفة والتانية عاملة مش حرامية. بقول لك ايه يا بت، انت وهي قوموا يلا عشان اعزمكم. بقول لكم ايه؟ تشربوا عصير مانجا ولا تاكلوا سندوتشات كفته؟ يا اختي ما خلاص بقى، ما كنتوا حبايب واصحاب، ايه اللي جرالكوا؟ يا بنت منك لها بقى، روقوا. يلا قومي قومي بدل ما انت ضاربه كده بوز قدامنا. عليها صور؟ يا خرابي. قومي بقى يلا. حكيم انت مفيش حد بيسلم من لسانك. واحد لما بيقول الحق الناس بتزعل. برضه الحق؟ بتقولي الحق؟ خلاص بقى. الله خلاص بقى انت وهي قوموا بقى نشرب مانجا بقى، الله يخرب بيوكو. يلا يا بنت. عجوة هو الحال نايم ليه النهارده؟ هو مفيش غير السجون ده؟ لا اصل النهارده في ماتش لمصر. مع مين؟ بتلعب مع الجزائر، واللي هيكسب هيخش كاس العالم. وده بيشجع؟ ده بيشجع اللحمه الحلوه. ده بيضحك عليها فغل. مش انتوا بتضحكوا؟ يا باشا كفايه شيشه صحتك. ايه رايك في البضاعه بتاعتها؟ لا البضاعه تمام قوي قوي قوي. يلا يا صافي قومي جهزي نفسك عبال ما الباشا يجيلك. عينيا ليكوا للباشا قبل الشغل. قبلا انت هتوديني لامي النهارده. بت مش وقتك خالص، مش وقت. اسكتي. والنبي يا قبلا وحش النعمه دي، ملهاش غيري في الدنيا دي. وبعدين معاكي بقى. طب ايه رايك يا قبلا اخد بندره بلوشي وتخليني اروح لامي النهارده؟ اما ابقى اشوف. خلاص اسكتي. حاضر. فاخده. نعم يا الله. اطلع بقى مع الباشا لغايه فوق.
اطلع فوق ولا انزله تحت؟ ايه ده ايه ده؟ انت جايبه لي منين ده؟ اطلع يا فخده وري الراجل الاوضه. بس كده؟ سيب الشيشه دي بقى يا غزال. ايه ده؟ قمصان زي بعض؟ طب تعالى بقى. تعالى يا حبيبي. ايه ده؟ عايزه حاجه ابله؟ ليه انت رايح فين؟ هنزل ابص على الماتش على ما قلنا هنتفرج عليك سوا. طب خلاص هنزل اجيب علبه سجاير. عجوه قلت لي اللي هيكسب هيخش فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا البلد فاضيه كده ليه؟ والنبي احلى ده البلد لما بتبقى فاضيه بتبقى حلوه ونظيفه، توج بس الناس يمشوا فيها يوحشوها ويوسخوها. مش فاهمه حاجه، دي جنه من غير ناس ما تنداس، فاهمين؟ سابوا البلد وهجوا يعني ولا ايه؟ لا قاعدين في بيوتهم. اصل الناس ما بترجعش البيت غير عشان تاكل وتنام او تتفرج على التلفزيون. والنهارده يا اختي ماتش مصر في كاس العالم، يا رب ينكسب. ايه بكره الكوره عمى، بتفكرني بابويا يوم ما كان يبقى في ماتش كوره لو الاهلي ما كسبش يكسر بيت على دماغنا. ابوك ده ايه بقى؟ لا انت يا اختي عمرك ما اتكلمتي على اهلك. انتوا عارفين والدنيا فاضيه كده. انا نفسي اعمل ايه؟ نفسي اجري. يلا نجري. انت ليه بتطفي الهبله كتير؟ والنبي يلا نجري. أيوة. انا هجري. طب استني لا تتوهي. استني يا بنت. ضاعت نداها. فكرني فيلم نداها ماجده، فاكره لما راحت يا اختي في الفيلم؟ قدام الثلاثه، الثلاثه قاموا علينا بالدخل. يلا علاء. جاي جاي جاي. برافو يا علاء، برافو يا جدع. لا 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 ما ينفعش. الجوهري لازم ينزل حد يستد مع حسام. لسه مش عارف اتفرج. انا اساسا مش عارف اركز مع الماتش. ايه الاشكال اللي لميتها القهوه دي؟ هي دي قهوتنا يا ابني؟ انت لسه واخد بالك؟ مهندسين لمت قوي يا عم، فين ايام المهندسين زمان؟ يا معلم ابو كامل تعالى تعالى اقعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اقعد اقعد اتفرج. لسه صفر صفر. بقول لك ايه؟ ده ابو الكوامل هنا. شفته من شويه. طب وهتعمل ايه؟ ولا حاجه، مش محتاج له انا دلوقتي. لو احتجت له وهو استعبط عارفني مش هسيبه. طب خد بالك، انت عارف طبعا ابو الكوامل عمل ايه قبل كده مع الظباط اللي قبلك. ابراهيم يوسف قدام رقص حلوه. يلا يا زكريا. يا عبد الالانيه. ربنا يستر يا اخي. شكلنا ماسكين الماتش جامد. احنا نفسنا بقى نشوف المنتخب في كاس العالم. هنشوفه هنشوفه. سي انت مش هتطلب لي حاجه ولا ايه؟ انا جاي عليك يعني. يا مسعد يا عسل يا مسعد. ايوه قول بقى. هات ليمون بالنعناع لابو الكوامل وادعي لنا دعوه كده عشان ندخل جون، يمكن تكون مستجاب الدعوه. ده على اساس ايه يعني؟ ورينا كده. ايه ما طلعلوش جناحات يعني ولا في لمبه نيون على دماغه؟ مين عارف يا عمنا، ما يمكن يطلعوا جناحين ليبوري. ليبوري. ايوه ايوه. ايه ايه وقال ايه؟ ها؟ قال ايه؟ اتفرج على الماتش. حاضر حاضر. بقول لك ايه؟ كنت عامل ايه مع الشيخ عبد الله؟ ده راجل زي الفل. انا لسه مرجعه هو ومراته من عند الدكتور. والله العظيم. ونفحني نفحه حلوه قوي. طيب بقول لك ايه؟ انت شفت البيت اللي بتشتغل عنده؟ ده بنت غلبانه كده. اسكت، مش طلعت ساكنه عندنا في المنطقه. بس البيت دي غريبه شويه. انا عملت لها اختبار السرقه وعدت منه بنت اللذينه. اختبار الساعه في الدور. صح، عملت لها الاختبار. بس هي البيت دي في حاجه مش طبيعيه صح؟ بقول لك ايه يا معلم ابو الكوامل؟ البنت دي غلبانه والدنيا بهدلتها جامد. طلعها من دماغك وسيبها تسترزق. يا عم ما انا سايبها تسترزق وانا جيت جنبها. اللي هو الماتش ده بين مين ومين؟ ربيع ياسين ابراهيم يوسف. يلا يا حسام. حسام ايه؟ بقول لك الماتش بين مين ومين؟ المنتخب ابو الكوامل. فيه ايه؟ اللي لابس ايه؟ يا نهار اسود، لابس الفانيلا بتاعت العلم بتاع مصر. ايوه اصل التلفزيون ما فيهوش صوره. اسكت يا ابو الكوامل، اسكت يا ابو. يلا بقى يا حسام. والله العظيم ثلاثه هتموت بماتش كوره. ويلي ويلي مش قد رسمة. خربت عليك يا بنتي يا توح. يعني انت بعد ما تعرفتي على الهند تاني يوم يا اختي تعرفي على الواد؟ امال يعني كنت عاوزين تتعزموا نقعد وتقعدوا تاكلوا الاكل ده منين؟ ادفع الحساب منين يعني؟ عمري عمري ما كنت اتخيل انك تبقي كده. امال كده بقى ان شاء الله؟ ولا انت انا عايزاني طول عمري افضل اخدم في البيوت والناس تذل فيا وتهين فيا وترمي لي فضلتهم؟ اه والله عندك حق، الفلوس حلوه واحنا لازم نعلى برضك. بس يا اختي برضك مش بالطريقه دي. ايه ده؟ امال يا اختي بقى انا وطريقه ان شاء الله.
عندك يا اختي مليون طريقه، اختاري الطريقه اللي تعجبك، اما عن نفسي هي دي الطريقه اللي بعرفها. هي الفلوس حلوه، حلوه جو، بس ما بقاش نفس. خلاص يا بنتي هتروحي بعيدي خالص عن خوخ. انا عايزاها تفهم، تتنجر شويه بدل ما مخها كده وهو تراكب شمال. طب والنبي احكي لها اخبار الجواز ايه؟ زفت. انا لسه كره في الملعب وكره عاليه. مصر كسبت؟ ايه ده؟ احنا كاس العالم ولا ايه؟ كسبت ولا ايه؟ النبي اختي شكلها كده الناس فرحانه صح؟ ايه ده؟ ده اللي بعتيه من سبعية ربنا؟ يا ميم النهارده الماتش، ده محدش فاضي يشتري ولا يتفرج. اه صحيح، الواحد كبر بدأ يخرف ولا ايه؟ طب اركني البوقة دي واتكل على الله عشان خاطر اقفل. اه. البيع بضاعة من ورايا يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم، هو في ايه؟ في ايه؟ سألت زباين كلهم وقالوا لي انت محتاج مصان نوم، مالكيش اسبوع شغاليه معايا وبتستكرديني. طب والله العظيم والله العظيم كنت هقول لك، اصل انت مش فاهم، الزباين بتطلب حاجات مش عندك. حياتي علشان ما يروحوش مننا بره. لا ارخي ارخي كمان، بتستكرديني انا؟ انت مفكره اللي انت بتفكريه ده ما حدش فكره قبل كده؟ عارفه البت اللي انت عارفه السبان اساليها عملت فيها ايه؟ ها والله العظيم كنت هنصص معاك اللي بكسبه والله العظيم. تنصص ايه يا معفنه؟ وانا مستني منك انت خمسه ولا حتى 10 جنيه؟ اسمعي كويس. ساعة ما جيت وانت سائل عوج عليا وصابر ومستحمل، قلت احتمال تتعدل عشان عندها ظروف، لكن تيجي تستغربيني ده بعينك. حاضر حاضر. كلمتين حطيهم حلقة في ودانك، لو ما قدمتيش الصبر مالكيش شغل معايا. حاضر. تاكلي؟ تستقبلي عليا؟ في ايه يا وز؟ بتعيطي ليه؟ مفيش بس انا. مفيش ده ايه؟ النتن ده عمل معاكي حاجة؟ عارف يا اخويا ان انا بعمل شغل على شغل، وهديت انه يعمل معايا زي البيت كنيلي لو ما سمعتش كلامه في كل حاجة. بلا نيلي بلا شريهان، ده ليلة أم سودة. روحي انت دلوقتي. يا سيدة تعمل ايه؟ ما توديش نفسك في داهية. بقول لك روحي انت دلوقتي. حضرتك يا اخويا. عايز يا ساي. بسم الله الله اكبر. انت بتعمل ايه في المجنونه؟ عمال يدقر على النسوان يا حيلتها. الحقوني يا ناس، سيد الحرم عايز يسرقني. ما تقلقش، السرقه جايه جايه، خلينا في قله الادب دلوقتي. في ايه بس؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ سيد الحرم عايز يسرقني. طب وفيها يا ميمو؟ هو انت غريب يا عم؟ انت سكران غور اجري يا عم. اديله بس دماغ هتنبسط، هيفتح لك بالراحه يا عم. بعد ما جت تتصب عليا ولا ايه؟ فاك منه، خليك معانا دلوقتي. هو عمل ايه يا سيد؟ هو عارف كويس هو عمل ايه يا عم؟ ما عملتلوش حاجه. لا انت عارف انت عملت ايه. طيب ما تجيش لك طيب، ما تجيش ايدك طيب. طيب اقوم انا بعمل لكم ايه؟ كوبايتين شاي، انما ايه يستاهلوا بقكم. تسلمي يا خالتي. الجميل لسه زعلان؟ مش دعوه بيا يا فادو. طب والله جايه طيب خاطرك، واقول لك ان الست الدوريه لما عرفت اللي حصل ده قطعت اختها. كتر خيرها. والله ما كنت اعرف، انا لما لقيت مدام دوريه كده قلت اكيد اختها شبهها. بس تقولي ايه، صوابعك مش زي بعضها. وبعدين يا ستي ملحوقه، الست الدوريه عايزاكي. عايزاني ازاي؟ تشتغلي عندها في البيت. طب وانت؟ انا يا جميل فرحي الاسبوع الجاي عقبال عندك، وخطيب يا اختي مش عايزني اشتغل. لا انا حرمت. يا بنت ما تبقيش عبيطه، الست الدوريه بتحبك، وبعدين هتديكي فلوس زي اللي كنت باخدها، يعني مبلغ كويس. لا شوفي لها حد غيري. يا بنتي دي طالباكي بالاسم، قالت لي تجيبي لي البنت قريبتك دي، باين عليها بنت حلال ونظيفه وامينه. هي قالت لك كده؟ واكتر من كده، دي بتحبك قوي. طب وخالتي؟ لا انا مش هكذب عليها تاني. خالتك دي سيبيها عليا انا، يعني انت فكرك لما هقول لها انك هتشتغلي مكاني هتقول لا؟ يا بنتي دي فاكراني برنسيسة. فكرك كده؟ انا قمت ماسك في رقبته وقعد يلطم ويصوت، ولا الولية المطلقة، لولا العيال حشوني عنه انا كنت علمت عليه علامة ما كانش هينفع بعديها تاني. والنبي يا سيد كان نفسي اجي اتفرج عليه. ايوه كده.
ايوه كده، ورينا الضحكه العسل يا عسل. طب ايه بقى، مفيش اي حاجه؟ مفيش كتر خيرك يا سيد، ما تحرمش منك يا عرب اي حاجه كده زي بتوع السيما. يفضحك في ريحه القطط في امشيريا بعيد يا واد، اتلم بقى، احنا في جنينه. طب ما تيجي ناخد اي مكنه هنا بعيد في الجنينه، بعيد عن زعبيب امشير وفضايح امشير وروايح امشير. شويه يا حبيبي وانا هقلب عليك واوريك زعبيب امشير بجد. جاي يا سعد، وانا ما اعرفش يا اخويا اقعد معاك اتكلم كلمتين بجد، بدل ما دماغك دي يا اخويا اللي عماله توديك وتجيبك. هو في احلى من كده كلام يا وز؟ اديكي حاجه ترجعي لي نفس الحاجه. يوه، تولعي لي سجاره حشيش وتلسعيني في ايدي وتقولي لي هوف يا سعيد، سلامتك يا بوسين. اموت انا وعز السهتنه، الصلاه على النبي يا قمر. عليه الصلاه والسلام. والنبي يا سيد ضحكتيني وانا ما كنتش عايزه يا اخويا. لا كنت عايزه تضحكي بس انت مش واخده بالك. في يا وز ليه القاسيه معايا؟ ده انا سيد حبيبك اللي كان هيموت مين امبارح عشان خاطرك، ما يبقاش في مكافاه كده؟ اي من شافت ريق. ايه يا اخويا؟ من شافت ايه؟ من شافت ريق. يعني ايه؟ مش انا حرامي غسيل؟ يبقى لازم يبقى في منشفه. صح، منشفه فعلا. طب ارغي يا اخويا، ارغي يا اخويا وطلع اللي في بطن. قول يا سيد عايز ايه يا ابو ريق ناشف؟ عايزك تحن عليا وتقرطي في الحنيه بالقوي. ارد ايه يا اخويا؟ او انت فاكرني الواد بقله انخرط ولا ايه؟ خرطت قلوب. تتعب يا سيد. ومين قال لك ان انا مش تعبان؟ ده انا خربان، ده انا رحت الحميات علشان اتعالج من الشحتفه. اما الدكتور قابلني هناك وقال لي يا ابني انت عندك نهجان بالجامد قوي. حتى شوف. حلاوتك يا وز يا عسل، حلاوتك. حلاوتك يا قمر، حلاوتك. حلاوتك يا واد اتلم، كل يا اخوك. يلا يلا يا حبيبي عشان تترز. لا العمر مش بعزاجه، النوبة اللي فاتت ربنا ستر ومناخيري كانت هتبكي في ثلاث فتحات. يو بقى يا خوخة، يا خوخة الناس مش زي بعض، وبعدين دول طالبينك بالاسم، وبعدين دول ناس قمر، قمر والله العظيم هترتاحي معاهم راحة غير الناس التانية دي خالص. انت قلتي لي انها اختي، يعني ممكن الجنان ده يبقى وراثة، انا قلبي مش مطمن. هي اختها يا خوخة، بس دي حاجة ودي حاجة تانية خالص يا حبيبتي. انت عارفة المثل اللي بيقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد؟ ايش حال بقى بالاخوات؟ لو النبي يا فندم مش عايز. طيب بص يا خوخة، اطلعي معايا دلوقتي شوفي الناس اتعرفي عليهم، يا ستي قلبك ارتاح لهم خير وبركة، ما ارتحتيش اغمزي لي بس كده هو انا هفهم وهخلصك من الموضوع. ماشي، بس والختمة الشريفة لو سبتيني فوق ونزلتي لا هتبقى النهاية بينا. والختمة الشريفة ما هيحصل لك حاجة، والختمة الشريفة الناس دي كويسة. خلاص بقى يا خوخة اتأخرنا بقى يا خوخة. يلا لا مش داخلة السانسير دي عشان نبقى متفقين، هنطلع على السلم. سانسير؟ يا بنتي ده اسمه اسانسير يا بنتي، يخرب بيتك. ما تخافيش ما تخافيش يا خوخه بقى. انت عايزاني اموت وخلاص؟ انت كل حاجه منهده يا خوخه بقى، خلاص ما تخافيش والله العظيم هيحصل لك حاجه. يلا سمي كده، سمي. ايوه الرحمن الرحيم. ايوه لا اله الا الله. برافو. ايوه اشهد ان لا اله الا الله. والنبي يا اخويا سيب الصينيه وانا هبقى ارجعها لك. وحياه ابوك كنا عايزين كرسيين ورا قدام الشاشه عشان نظري ضعيف. كرسيين ايه يا باشا؟ هما طفوا النور ليه؟ الظاهر الفيلم هيبتدي ولا ايه؟ اهو الحقيقه يا بت، هيبوسها هيبوسها هيبوس. ايه يا بناي؟ امال احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول انك اتسطلت يا اخويا وهلطشك قلمين عشان افوقك. يا بت اتسطلت ايه؟ ما الفيلم شغال اهو والدنيا حلوه، وما تبوظيش اللحظه الحلوه دي بقى علينا. لحظه ايه يا بناي؟ ما تعمل لك قفله بقى. احنا يا اخويا كنا قايمين هنروح السيما وانت خدت لك سيجارتين واتسطلت. لا يا شيخه، يا بت يا بت خلي الحظ يقول كلمته في الصمت من غير ما حد يتصنت علينا. يو يا سيد، ما قلت لك اتلم بقى واعمل لك قف، مش عايزين فضايح يا اخوي، الناس شايفانا وحوالينا، احنا قاعدين في الجنينه. يا بت جنينة ايه؟ الناس كلها قاعدة بتتفرج على الفيلم ومحدش مركز معانا. يا لهوي يا سيد، وانت يا اخويا ما بقتش عارف ليلك من النهارة؟ اتعميت يا واد ولا ايه؟ يلا خلص، قول يا اخويا اللي في بطنك. قول يا اخويا وبطل رغي كتير عشان انا خلاص خلق ضيق وما بحبش الرغي. الله الله الله، بقول لك ايه يا وز؟ ما تعكننيش عليا بقى، خلينا اتفرج على الفيلم بمزاج، ده كله بوس، والا هقطع لك تذكره في الحفله اللي بعديها ونقعد هنا حتى مطلع الفجر. وطلع الفجر علينا. خليك يا اخويا، خليك اتفرج انت على السيما. وانت مش هتفرجي ولا ايه؟ بس بقى خليك يا اخويا تابع.
كمان عك. بصي بصي الحته دي، بصي بصي كان خلاص هيزنوها وبوسها. بصي بصي شوفي، مع انها اختي لكن وربنا يعلم لا بكلمها ولا بروح ازورها بعد اللي عملته معاكي. ما مفيش مخلوق يرضى بكده ابدا، عشان كده قلت الفدوى تجيبك مخصوص النهارده عشان اعتذر لك بنفسي. ما انا كنت السبب في اللي حصل لك. لا بس هي عارفه حضرتك حاجه ومدام رانيا حاجه تانية خالص. يا اختي بطلي فزلكه وسيبيها هي ترد. هي اول كلمه تردي بعشرة. هيا اخوها صافيه لبى حليب يا قشطه. يعني افهم من كده خلاص انك موافقه تشتغلي معانا؟ يا خبر يا مدام، هو انا طول تمام القعده كده ليه؟ يلا قومي خشي هاتي الفاكهه من المطبخ. ماشي يلا قومي بسرعه. يا بنتي رايحه فين؟ مش من هنا. هنا يوه ما تخزنيش. بصي بقى عايزاكي بقى تركزي معايا كده. دي ايه؟ دي اوضه الاستاذ كريم ابن مدام دريه. عايزاكي بقى ايه تكنسي كده الاوضه وتنضفيها بس بسرعه ها عشان تساعديني في المطبخ. ماشي خوخه. اوعي اختي تكسري حاجه كده ولا كده. ها لا ما تقلقيش. شاطره. بتعملي ايه هنا؟ بنضف الاوضه. طيب سوري ما كانش قصدي خالص. لا ما انا واخده على البهدله من العيله دي. بهدله؟ طب على فكره بقى ماما كانت موصاني عليكي، وقالت لي ولا كلك دراعي ولا خزالك عينك الاثنين دول ولا احرق لك شعرك وانت نايم زي عملت في كل اللي قبلي. يا لهوي انا بهزر في ايه؟ يعني بجد مش هتعمل فيا كده؟ لا مش هعمل كده ما تخافيش، ولا تحبي بقى اسلخ لك فروه شعرك كلها. طب يلا بقى شاهري عشان انا ايه عايز البس وانزل. ايه ده؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ ايه في ايه؟ لا ما يصحش كده تقلع قدام. الله طب ما انا بنزل البسين كده عادي يعني. لا 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 ما يصحش برضو. طب يلا بقى عشان انا ايه عايز اغير هدومي كلها، ولا تحب اغير قدامك؟ لا خالص والله. ايوه حاضر حاضر. العواف يا خالتي. عواف؟ انت خليتي فيها عواف؟ ايه يا بنت التاخير ده كله؟ كنت فين؟ اصل ده بعد الحضانه رحت انا وفدوى نشتري هدوم وجابلنا واحده صاحبتها خرجنا معاها. حضانه ايه وزفت ايه يا بنت؟ اوعي تكوني فاكره ان خالتك ده عصافير. لا يا عينيا شلتهم من زمان. غيري غيري وبلاش الكلام الحمضاني اللي ملوش لازمه ده. انطقي وقولي لي كنت فين، لان قسما عظما هرجعك البلد من بكره. لو النبي يا خالتي انا عايزه اقعد معاكم هنا، مش طايقه ارجع البلد. انا ورجعت البلد امي هتحبسني في البيت وهتفضل بقى تنجوزني بالكلام. فاتت قطره جواز يا خوخه، عنستي يا خوخه. اقول لها طب اشم هوا؟ تقول لي لا اقعدي في البيت الناس تاكل وشنا. عدلك هيجيلك لغايه عندك. طب والنبي والنبي عدل يجيلي ازاي من غير ما حد يشوفني؟ طب خلاص تقولي لي بتروحي فين وبتيجي منين. اصل انا الصراحه يا بنت اختي موال الحضانه ده مش داخل دماغي ولا وداني بصراحه كده. انا اشتغلت عند ناس امرا مكان فدوى. هي مش فدوى قالت انها من زمان سابت الشغل في البيوت؟ لا سابتهم دلوقتي وشبكتني مكانها. طب وانت يا بنتي عليكي من ده بكام؟ انت محتاجه ده في ايه بس؟ لا اصل انت ما شفتيش الناس دول امرا ازاي، وبعدين بيخرجوني معاهم ويودوني النادي، يعني اكني كده بخرج اتفسح مش هشتغل. وبعدين قعدتي جنبك دي يعني هتخليني اشوف حد؟ مش عارفه اقول لك ايه يا بنت اختي، شغل البيوت ده مش سهل، ده كله مشاكل واحنا مش قده. انت يا بنت ما بتسمعيش عن الخدمات واللي بيحصل لهم؟ اشي ضرب واشي اهانه واشي تعذيب واشي بهدله. تعذيب ايه يا خالتي؟ ده كلام تلفزيون. وانا هقول لك حاجه، لو هم عملوا فيا حاجه وحشه هتلاقيني انا سبتهم وجيت قعدت جنبك. بس والنبي يا خالتي اوعي تقولي لامي، ده لو عرفت هتشرب من دمي. خلاص يبقى تسيبيني افكر هقول ايه لامك. بس تاني مره اياكي تتاخري عليا، وياك تخبي عليا اي حاجه انت بتعمليها. مفهوم يا بنت؟
ماشي ماشي. يعني ايه ما جبتيش فلوس؟ نموت من الجوع يعني عشان حضرتك ما جبتيش فلوس؟ ما تموت ولا تولع. قلتلك ما جبتش زفت. ما تنزل انت يا اخويا وتتنحرر كده زي الرجاله وتجيب فلوس بدل ما انت قاعد بتاكلي في قته محلوله وبقيت شبه البطه البلدي كده. اشتغل ازاي يا وليه ودراعي متدهول بالشكل ده؟ انت اتعميتي ولا تكونيش فاكره ان يعني بشتغل بمخي؟ انا شغلي كله بدراعي. الهي يتكسر دراعها وتتخزق حباب عينيها ويتقطع لسانها وزه بنت المبقعه. انا بتحاربني في لقمه عيشي؟ صحيح، خير ان تعمل وزه تلبك. انت اللي تستاهلي، انت غلطانه. يا ما حذرتك منها وقلتلك دي تعبان. البنت بتشوط زبايني قصاد عيني، الناس مش عايزه تشتري مني حاجه، تقولش في بيني وبينهم طار، عدوتهم قتلالهم قتيل. ومش عايزين يشتروا منك حاجه ليه؟ اكيد هي اشطر وملحلحة عنك مش لقعيه، ومش على رجلها نقش الحنه زيك. اشطر؟ لا يا اخويا، اللي على رجلي نقش الحنه يبقى حضرتك يا سبع السباع. بدل ما انت يا اخويا قاعد تاكل من عرق النسوان، انزل يا اخويا واتنحرر واشتغل. بتقول ايه يا وليه يا بنت الكلب؟ اما صحيح مره نقصر باب صحيح؟ لا يا اخويا، انا عمال افكر مين الراجل فينا في البيت المنيل ده. الراجل اللي قاعد بياكل من عرق النسوان فقتة محلوله ما بيستكفاش. عيشه الطهق. عيشه الطهق؟ اه. طب انا بقى هوريك العيشه اللي الطهق بجد. تعالى يا وليه. انت هتخوفني وعليا النعمه لو جيت جنبي لخلي شمشامي زغرت على وشك كتك نيله. ادي اخره الجواز واخره الهباب، ربنا ياخدك يا بعيد. اوف. الراحة يا بت. مؤاخذة أبلة، عندنا مشكلة كده. هو أنت ما تجيليش غير المشكلة؟ البت سميرة راكبة دماغها ومش عايزة ترجع الشغل تاني. طب ما تبعت لها المنيل ده. بعت لها فاخدة وطردتها. أيوة يا أبلة صبور، ضربتني وطردتني وعضتني في حتة حساسة. يا خيبتك. قالت له هتعمل له فضيحة، بس إحنا عرفنا إن الراجل اللي هتهرب معاه كتب عليها عشان يطلعوا على بره. الأكادة البت دي من ساعة أنت ما جبتها وانا مش مرتاحه لها خالص. وانا كمان يا ابلة، عمري ما نزلت من الزور. فاكره يا ابلة فاكره لما سرقت شريف بيه وكان هيودينا في داهيه يقولوا لنا انا دخلت كده واتصدرت في الموضوع وسلكتها ولعبت لعبه العربيات المتصادمه. بنت نكسه، بنت دون، ما تمرش فيها كل اللي حضرتك عملتيه معاها وراحت لفت على الزبون من وراكي. تلاقيها لعبت له في دماغه عشان تهرب معاه على بره. طب والعمل؟ الراجل ده كان زبون مقرش، احنا كده خسرناه. كلم حسام بيه بتاع مباحث الاداب، هو هيتصرف. وبالمرة خد له تعبه معاك، وخد معاك البت الجديدة دي هتعجبه. تمام، اخد له كمان ملف البت سمير. واهم حاجة شريط الفيديو بتاعها هي والنطع اللي هربت معاه. بصراحة يا أبلة حتة شريط جميل جميل جميل. هي كان مزاجها عالي قوي في الليلة دي. يا حلاوتكوا يا اخويا منك دي، انتوا هتقضوها لي كده شرايط فيديو لغاية ما الهد هيبوظ خالص. يا بنت بيقول لك ابوكي ما تطلعيش في الاياله، كل الشباب لما شافوكي طلعوا وراك الخياله. صوتك حلو ماما. دور ايه مني، ما انتش خايف حد من جوه يشوفنا؟ حد ولا جواد؟ وحشني توها، وحشني عشيكي. ليه توها ما تيجي غرفتي؟ ليه ما تلعبي معي كشتينا؟ بطلت يا اخويا العب كشتينا. وين اصل الكشتينه دي بقى بتجيلي بالمزاج، لما يجيلي مزاجي العبها، ما يجيليش ما العبهاش. انت الحيوان اللي اسمك كابور. ايه يا سيدي؟ تدري لو اشوفك هنا مره ثانيه وش راح اسوي فيك؟ ايه؟ راح اصف وجهك يا خالص. توحه هذا اخر انذار ليك، تشوفين شغلك مضبوط طول فتره الدوام ما في شيء لعملك، اتفقنا؟ خلاص زهقت يا وزة، زهقت خلاص. تلاقيها بتعمل حاجة ولا مشغولة، هتسمع الصوت وهتيجي دلوقتي. قوليلي بس، يعني تفتكري طيب هي فهمت الإشارة؟ أيوه أيوه. ده تكون نسيتها. بقول لك إيه بس، أنت عملت إيه مع الواد سيد؟ سيد؟ أيوه. عملت إيه معايا يعني؟ أيوه عملت إيه؟ ولا حاجة، خد مني بوسة. بوسة بس؟ أيوه النعمة بوسة. أنا ماليش في الحرام، كله على سنة الله ورسوله. بنت يا شريف، لو النعمة شريف
بس انتي مش فاهمه. انا فاهمك يا بنتي يا هبله عبيطه. قول. الست بالنسبه للراجل زي صينيه البسبوسه بالقشطه، يتمنى كده يدوقها ولا ياكل منها حته ويفضل عينه طالع عليها، واول ما يدوق منها حته يروح تروح لها ويبقى نفسه يدب ايده وياكل نصها، بس لو كان نصها يقرف ويبقى كده وصلها من بعيد ومش طايق ويبقى نفسه في حته طرشي. عشان كده يا بت الراجل لما بيبقى حابب واحده بيدلدل وراها ويجري ويسعى، لكن يا ويلك يا سواد ليلك لو شبع منك. اما انت ناصحه كده قوي يا اختي، طلقتي ليه؟ تلاقي طفحتي صينيه البسبوسه كلها. يخرب بيت عقلك، هو فعلا طفحها. البت طوحه جت اهي كملت الخبره كلها وصلت. اقعدي انت يا شريف. مالك يا بنتي في ايه؟ جوزك ملوي كده ومش على بعضك، ايه اللي حصل؟ ايه اللي مزعلك؟ جواد عارف اللي بيني وبين كابور، عارف يعني انا بعمل معاه ايه؟ يا وجعتك السودا؟ عارف ازاي؟ هو شافك معاه؟ لا طبعا ما شافنيش، ده لو شافني كان زمانه قتلني. قلت لك ليه يا اختي؟ وانت يا اختي كنتي على ذمته؟ انت هبله ولا ايه؟ المهم هتعملي ايه؟ بس بقى كفايكوا حديد بقى، خلاص انا مخنوقه مش طايقه نفسي. جلبت صعيد اهو، خلي بالك. طب بقول لك ايه، انا رايحه ازور الاوليه، رايحه لام هاشم، رايحه ادعي ان انا ما ارجعش البلد دي تاني. ما تيجي معايا؟ عشان الله يقال البيه والنبي فكره حلوه، تعالي ناخد بركه الزياره. لا انا ماليش في الزيارات دي. يا بنتي تعالي، والله العظيم دخلتك على ام هاشم كده هتخلي صدرك ينشرح وهموم الدنيا كلها تروح عنك. تعالي نروح، تعالي نروح، دي زرايتها بتفك الكرب. مدد يا قال البيت مدد. يلا بينا. يلا يا بنت قوم قوم يلا. البت طوحه جت اهي كملت الخبره كلها وصلت. اقعدي انت يا شريف. مالك يا بنت في ايه؟ جوزك ملوي كده ومش على بعضك، ايه اللي حصل؟ ايه اللي مزعلك؟ جواد عارف اللي بيني وبين كابور، عارف يعني انا بعمل معاه ايه؟ يا وجعتك السودا؟ عارف ازاي؟ هو شافك معاه؟ لا طبعا ما شافنيش، ده لو شافني كان زمانه قتلني. قلت لك ليه يا اختي؟ وانت يا اختي كنتي على ذمته؟ انت هبله ولا ايه؟ المهم هتعملي ايه؟ بس بقى كفايكوا حديد بقى، خلاص انا مخنوقه مش طايقه نفسي. جلبت صعيد اهو، خلي بالك. طب بقول لك ايه، انا رايحه ازور الاوليه، رايحه لام هاشم، رايحه ادعي ان انا ما ارجعش البلد دي تاني. ما تيجي معايا؟ عشان الله يقال البيه والنبي فكره حلوه، تعالي ناخد بركه الزياره. لا انا ماليش في الزيارات دي. يا بنتي تعالي، والله العظيم دخلتك على ام هاشم كده هتخلي صدرك ينشرح وهموم الدنيا كلها تروح عنك. تعالي نروح، تعالي نروح، دي زرايتها بتفك الكرب. مدد يا قال البيت مدد. يلا بينا. يلا يا بنت قوم قوم يلا. ردتي سائل ابدا، خليني في حضرتك الطاهره على طول، وانا نادرا عليا اجيلك كل شهر. فوت عمري ليك يا رب. يا رب انت اللي عارف اني اتظلمت قد ايه. يا رب يا ام العواجز يا حليت كل عاجز، انت عارفه ان بيني وبين الحرام حتى سد، ممكن على الواد سيد يقطع بس، والنعمة هي بوسة مش أكتر. بس أنا مش وحشة، أنت عارفة مطلبي، أنا عايزة راجل، عايزة راجل أترمي في حضنه وأتسند على حطه بدل ما تميل بيا الدنيا والزمن. أنا
فوت عمري ليك يا رب. يا رب انت اللي عارف انا اتظلمت قد ايه. رسالة زينب يا صاحبة المقال، أسوأ عليك يا أختي حضرة النبي، توسعي لي رزقي وتحفظي الواد من عبيدني وتهديني سر أمي عليا، وأحسن دي بقت حامية أوي. يا ربي كريم يا ست زينب يا طهر. يا رب انت اللي مطلع عليا. مدد يا طهر مدد، مدد يا طهر، مدد يا طهر مدد، مدد يا صاحبة المدد، مدد يا طهر، مدد يا طهر مدد. انت عارف ان المهندسين اصبحت منطقه جذب الجنسيات كتير، في بعض الناس من الجنسيات دي غير مرغوب فيهم، برضو عايزينهم يبقوا تحت عينينا. الملف ده فيه كل التفاصيل وهيسهل لك مهمتك كتير. تمام يا فندم، بس مطلوب ايه؟ الراجل اللي في الملف ده عايزين ندخل بيته بشكل مستمر. بس ازاي يا فندم؟ الستات دايما بتفتح الابواب المغلقه. طبعا ده حقيقي، بس احنا عايزينها واحدة حلوة ولونة. ها؟ ليه اشمعنى؟ ايوة اكي حلوة ولونة، ده بيفتح ابواب كتير. ثانيا بقى وده الاهم، انها تبقى بلدي، يعني كده شعبية وبتتكلم شعبي. حاضر يا فندم. طبعا حاضر. عارف ليه بقى؟ عشان احنا بنزرعها على انها شغالة في البيوت دي، ولو كلمت شعبي محدش هيشك فينا. تحت امر معاك يا فندم. تمام. اتفضلي يا وزة، قست الشهر ده. تسلمي يا مدام، من يد ما نعدمها. بصي بقى يا مدام، انا النهارده جايبه لك بضاعه حلوه قوي، شويه قمصان نوم ايه مدندشه وحلوه قوي، لسه نازله السوق. لا لا لا، انا ماليش في الحاجات دي. الله، ليه بس يا مدام؟ هي يعني الواحده مننا ما تدندش وتدلع نفسها غير لما يكون في راجل؟ يا اختي دلعي نفسك، قطعت الرجاله وقطعت سيرتها. بصي يا وزه، عايزه افهمك حاجه كويس قوي، انت بياعه وانا زبونه، يعني لازم يكون في مسافه بين البياعه والزبون. سامعه؟ قلت لك مش عايزه، خلصت. انا اسفه يا مدام، انا والله العظيم ما اقصد. استغفر الله العظيم. بس بقول لك ايه يا مدام، انت النهارده متعصبه وفي حاجه مضايقاكي. انت مش على طبيعتك، في ايه قوليلي؟ والله معاكي حق يا وزة، انا النهارده مش مبسوطه خالص وما عنديش استعداد اشتري اي حاجه. خلاص اللي يريحك، المهم انت بس رواقي دم، مفيش حاجه مستاهله. مساء الخير. اهلا يا حبيبي، حالا هحضر لك الاكل. وانت يا وزة ابقي مري عليا وقت تاني. عينيا الاتنين يا ستين. ازاي وزة، مش كده؟ ايوه. بالك قد ايه شغاله دلاله وزه؟ انا بقالي 3 سنين. حلو ده. طب انت مش نازله؟ تعالي تعالي اخدك معايا في طريقي. تغريد، ما تعمليش قتل بقى، انا عندي مشوار. ها؟ ما يلا. حاضر حاضر يا صاحبي. ليش والله ما مصدقه نفسي، ده كتير قوي يا باشا. هتاكلي ايه؟ يا لهوي عليا، يا نهار اسود، يعني انا اكون قاعده في مطعم حلو قوي كده مع حضره الضابط، وكمان بيقول لي هتاكلي ايه؟ مدد يا طهره مدد. والله العظيم زيارتها بركه، تروح تطلب اي حاجه تتحقق على طول. وانت قاعده في حضره بنت، في ايه مالك؟ ايوه انا قاعده في حضره الضابط ومع حضره الضابط. خلاص المكان كله عارف ان انا زفت ظابط. برافو برافو وزه، طبيعه المرحله الجايه السريه والكتمان، وانت شكلك مالكيش في الحاجات دي اساسا. لا والله العظيم يا باشا، ده انا كل صحابي بيقولوا عليا انها كتومه قوي. والله كلهم بييجوا يحكوا لي ما بطلعش كلمه بره. قول انت بس عندك مشاكل ايه واحكي لي سرك في بير. سري في بير، ربنا يستر. شكرا. في وقتك في وقتك. انا عايز كالوبانيه وعصير ليمون.
نعم اشربي. الله، هنخلي كلام الحكومة؟ لازم ننفذ كلام الحكومة، اللي يقول عليه الباشا يمشي زيه بالظبط. معلش معلش والله العظيم يجهلك، والله العظيم يجهلك، ما يعرفش انك ظاب. اصل انت لا مؤاخذة يعني لابس بدلة وشيك كده، مش زي الضباط يعني حاطين الجناحات اللي هم هنا. خلاص خلاص خلاص. بصي بقى، انا عايز اطلب منك طلب، هطلب منك شويه حاجات في الفتره الجايه دي ليها علاقه بشغلك. تأمرني يا باشا، هنعرف مين ليها علاقه بشغلنا تحت امر، بس يعني المؤاخذه يعني انا شغلي كله في الحريم، بس والله العظيم لو انت عايز بيت الرجال او افصل لك اجيب لك قماش من موسكي حلو قوي، فيه قماشه حلوه قوي ومخطط ومقلم حلو قوي، قول لي بس امتى، ابعت لك الترزي ياخد المقاسات واعمل لك بيت حلو قوي. مبدئيا الحاجات دي ملهاش دعوه بيا انا، الطلبات اللي هطلبها منك دي ليها علاقه بالبلد. يعني البلد هتاخد مني طلبيه كلها؟ هي طلبيه كبيره قوي. بس بص يا باشا بقى، بما انك انت ظابط اكيد هتعرف تجيب لي الطلبيه قد ايه، يعني البلد كلها فيها كام واحد ولا كام واحده عايزين طلبات، وهات لي بس المقاسات، وعايزين منقط ولا منقوش. وزه انت بتشتغل ايه؟ انت بتمتحني صح؟ ما انت عايز في الدلالة. حلو قوي، يعني معنى كده بتدخلي بيوت ناس كتير. ايوه تمام. انا بقى هطلب منك بيوت معينه تدخليها. تمام تمام. جيب لهم جلاليب ومصنوم. انا مش عايز تهبال، تسمعيني كويس وتركزي معايا كويس. حياتك هتمشي طبيعيه، وشغلك كمان هيبقى طبيعي، بالعكس هكبرهولك واساعدك فيه. انما في مهمات معينه هطلبها منك في اوقات معينه. هو يعني ليه؟ لما هو زي باشا والنبي وحقك عليا وما تزعل عشان خاطري. هو انا وانا مش فاهمه حاجه، هو انا هعمل ايه بالظبط؟ يعني هشتغل ايه؟ بص كل حاجه وليها وقتها، مش عايز اسئله كتير. معلش ما خدتش بالي. انتظرتك عندي بالغرفة وقت ما أبي وأمي ناموا. توحى توحى لا تكوني زعلتي من كلامي يوم شفتك أنت وكابور. توحى ترى أنا سويت كذا عشان أغير عليك يا عمري. وبعدين في شيء ما هو بمضبوط. إي والله في شيء ما هو بمضبوط، لأن مستحيل تكوني أنت اخترتي كابور وخلتيني. توحى كابور مستحيل يقدر يعطيكي الفلوس اللي أعطيكي إياها. وش فيك ساكتة؟ تكلمي. أنا مش عايزة حاجة خالص، ومش عاوزة فلوس، أنا هنا خدامة وبس. أقول لا تمثلين، قولي لي كم تبغين وأنا راح أعطيك إياهم. والمصحف الشريف ما بمثل، أنا مش عايزة حاجة. جواد؟ هلا هلا يبا. وش تسوي هنا؟ والله يبا جعان جعان يبا، قاعد اقول حق توحى تسوي لي اكل يبا، جعان ابغاك يبا. جعان زين، روح حضر حقي بتاكل لانك بكره مسافر ويا الوالد على الطياره. ليش يبا؟ انا ما ابغى اسافر الحين. ما والدتك تعبانه مرضانه، لازم حد يرافقها، واني مشغول عندي اشغال واعمال هنا. انت لازم ترافقها. يلا انزين. وكابور؟ كابور راح يروح وياكم. بعدين علويش انت تسال عن كابور؟ لا يبا لا يبا، اطمن خلاص. توحى لا تسوين اكل. توحى خلاص، لا تشدي، انسدت نفسي يبا خلاص. توحى خلصي اللي في يدك وروحي جهزي الحقيبه ويا الحجه. ها هذا ايش الحمد لله يا رب، الحمد لله.
بس هو يعني لو ما كانش عيبه ما يصحش. عيب ايه وما يصحش ايه؟ تعال قرب ولا مؤاخذه يعني، ينفع تقرصني في ركبتي قرصه كده عشان افوق اعرف اذا كنت بحلم ولا ده حقيقه؟ هتلمي البت وكلي. هو ظابط والله العظيم، ظابط ظابط قوي كمان. قمر اهو اتفضل يلا تقرصني. ايه انا الغلطان والله؟ ده بالزيت بالسمنه بلدي، بعمله بالسمنه البلدي ما اقولكش. هو ايه ده اللي بتعمليه بالسمنه؟ انت هتفتف اي حاجه وخلاص، ده ما بتعملش بسمنه بلدي يا وز. مش واكل انا. ماشي خاطر يا باشا تاكل، حقك عليا، هعمله بالزيت حلو قوي بالزيت. اتفضل كل كل. سمي كده وخش برجلك اليمين. قلت عدم المؤاخذة مالكوش بالرجل اليمين دي، انتوا كل شغلكم شمال. تم نفسك يا عم انت، انت هتسخف من الصبح انا سايبك. يا عم والله ما اهزر، بهزر معاك، اصل انا عدم مؤاخذة احب اهزر مع زبايني. انت سيدي اللي عارفين عدم مؤاخذة شغلتنا دي تعتمد بالاساس على الهزار مع الزباين. ها ايه رايك بقى؟ هي شقة دوبلكس دور ارضي وتمام التمام زي ما الابلة سرور طلبت، يعني ليها مدخل خاص وبعيد عن الشارع ومحدش هيحسبك. كام دي بقى؟ دي باربع بواكي عدم مؤاخذة. ايه انت هتستهبل؟ استهبل ايه يا عم انت لما لسانك؟ امال انا سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ اربع بواكي ايه؟ احنا هنشتريها؟ احنا هنأجرها. دي اجدعها شقة في المهندسين ب 1000 جنيه. يا عم 1000 جنيه ايه ده؟ انت قديم قوي. 1000 جنيه ايه؟ وبعدين انتوا طالبين مواصفات خاصة، المواصفات الخاصة دي عدم مؤاخذة ليها سعرها. وعينات لحد في الجيزة كلها تمن، يعني يجيب شقة بالمواصفات اللي انتوا طالبينها بالرقم ده. التليفون ده شغال؟ ده الشقة دي تليفون بس، ده ايه سعرها غالي عشان التليفون. الو انا عجب. اه مع ابو الكوامل. جاب شقة مش بطالة يعني. ده مش بطالة ايه يا عمنا؟ بقول لك الشقة وحشة، شقة وحشة ما تاخدوهاش يا عم. بيقول 4000 في الشهر. ما انا قلت له كده. بتقول لك 3. خلاص تستنى بس عليها 15 يوم هشوف لها شقة كده على قد فلوسها. طيب. ماشي. بتقول لك تمام. سيه اوعى. شقة لوز ومريحة مريحة مريحة ولا حد يحس بيكم. خوخة. الهبات. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا مريم، سنة حلوة يا جميل. مش كلمت أمك النهاردة؟ وقلت لها إيه؟ قلت لها ان انت خرجتي من الحضانه ورحتي عند فدوى وسهرتوا والكلام خدكم ونسيتي تقولي لي، فهديت وسكت. يعني خلاص هقعد؟ اه هتقعدي، بس يعني بعد ما قلت لها حاجه كده. يعني ايه؟ بصي، هو انا ما كنتش محضره كلام، هو الكلام كده جاب بعضه وحاجه كده طلعت مني. قلت لها ان في واحد متقدم لك. يا لهوي، ده بجد؟ لا يا اختي، لسه ما حدش عبري. يا اختي قمر والنبي ما تزعلي، ما انا كان لازم اقول لها كده عشان خاطر دي الحاجه الوحيده اللي كانت هتخليها توافق انك تقعدي معايا. يا سلام يا حلاوه، ولما تيجي ما تسالك فين الناس دول هتقولي لها ايه؟ يا ستي ساعتها هقول اي حاجه، حصل ظروف، العريس سافر، طق مات، غرف 60 داهيه تاخده، هقول اي حاجه. وبعدين يا بنت مش يمكن يظهر لك واحد كده يمتص في نظره ويقول عليكي؟ لو النبي ما تزعلي، والنبي قمر والنبي سكر، بحبك يا بيت. ماشي. اجيب لك تتعشي؟ لا. ليه؟ مش عايز. طب اعمل لك شاي؟ لا، عايزه اتجوز. هجوزك يا اختي. النبي يا اختي، ده انت تستاهلي احسن واحد في الدنيا. اضحكي بقى. بس يا سيدي، الموضوع ده بقى اتكرر 4 مرات، ياخد الفلوس ويعدهم ويقول لي ناقصين 100 جنيه، اخد الفلوس ويعدهم ويقول لي برضه ناقصين، لدرجه ان مدير البنك لاحظ وجي يعدهم له بنفسه. اوعي تقولي لي قال له ناقصين برضه. يا ابني ده عارف فردهم له كده قدامه، برضه ناقصين، برضه ناقصين. انا مش عارفه بقى ايه الجنان ده. انا رسوح الولد اللي فاكر ان انا بقابل اغبى خلق اللي عندي في الشغل. بصراحه مفيش اغبى من عملاء فرع المهندسين، تحس كده انه مغناطيس بيشد المجانين. انا بقيت احس ان المهندسين كلها بقت مجانين. بمناسبه بقى الحديث عن المجانين، الحاج ما سالش عليا؟ سال. قال فين المجنون اللي جه قرا الفاتحه وخلع. انت مش قلتي ان انا اتنقلت مباحث؟ طيب مش فاضي والمصحف ما فاضي، انت شايفه. والله قلت له، بس برضه بابا ممكن يقلب عليك، خلي بالك. لازم نحدد ميعاد الخطوبه بسرعه بقى. تلاقيش، انا عندي حاجه بس في الشغل كده هتخلص في خلال يومين باذن الله. هكلمه طبعا واقول له عمي عمي عمي. لما نشوف. ثبتني ثبتني. الله بقى. ربنا حرقك. امتى؟ يا بنت مستعجله ليه؟ في ايه مالك؟ بصراحه مستعجله قوي. صدق انك رخم. فرجيكي الحاجات اللي معاكي. لا بقى ما اقولكيش المره دي حاجات ايه. عسل عسل يعني. رأيك في الاحمر؟ عندي منه كتير يا اختي. عندك الخير كله يا رب. طب بصي، ده مختلف، احمر في اسود. بصي كده وقولي، بس خدي بالك ده بتاع بيت مش بتاع نوم. لا لا لا، انا عايزه بتاع نوم. عيني في تؤمري. هو فين الاسود السايح النايح ولا ايه؟ لا لا لا، صدقي بالله انا فهمت طلبك، والنبي ما طلعه الا للغليل. ما تقولي ليش اصفر سايح نايح. بصي بقى واتفرجي وقولي لي الخطر اللي جالي. بصي رعاش رعاش. انا عارفه انه حلو طبعا، لان انا امبارح اخدته من وزه. هي وزه كانت هنا؟ اه كانت هنا. في حاجة؟ حاجة؟ حاجة ايه يا ست الكل؟ وزة؟ يا نهار اسود، وزة دي اختي اختي، متربيين في حارة واحدة واكلين من طبق واحد. تقولي لي في حاجة؟ ده كلام؟ بصراحة جابتهولي وقالت لي لسه نازل نوفي، وبما انك انت جايباهولي النهاردة يبقى وزة ما كدبتش عليا. نهار اسود؟ وزة تكدب؟ جرى يا ست الكل، بقول لك اختي اختي كده، دي شقيقة. طب ثانية واحدة بس ارد على التليفون. براحتك، اتفضلي اتفضلي. وزة اللي هيتتشك انت وزة الساعة واحدة. قولي فيها نسوان. قالوا وزة جابتها لي. جالك شنب يا بعيدة. مالك يا ست؟ انا حرقت قلبك. اتأخرت عليك يا ستي. كله براحتك. بقول لك ايه بقى؟
ما دام وزه جابت الغرض استاذن انا بقى الم لقمه عيشي. ما انت فاهمه. ماشي بس اوعي تنسي ما تجيبليش حاجات تانية جديده. جرايه يا ست الكل، ده انت دماغك تحطيها في العين دي ورجليك تحطيها في العين التانية، تأمرينيش بحاجه. لا شوف وعليا نعمه تأمري. ربنا يخليك. الله يخليك الله يخليك. اول ما اجيب الموديلات الجديده هكلمك واجيلك هوا. خلاص بس لا تقولي وزه بقى ولا بطل المره الجايه. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. خدي الباب في ايدك بقى. ايه ده؟ اسود؟ الخاتم فين؟ يا نهار اسود، البنت سرقتني دي ولا ايه؟ هما اتأخروا كده ليه؟ كانوا بيعملوا ايه لما نزلت؟ انا عارفه، ده انا سايباهم بيلبسوا، بس تلاقي الحاجه تعبانه شويه بتتحرك بالراحه. ربنا يقومها بالسلامه. انا مش عارف ليه صحتها ما جاتش على جو مصر، دول ما لحقوش يقعدوا اهي. محدش عارف بقى، مصايب ناس عند ناس تانية فوايد. تقصدي ايه؟ يعني محدش يعرف، يمكن عيل الحاجة ده يكون خير ليها، يعني انها ترجع بلدها، محدش يعرف. الصبر على المرض يا بنتي ثواب، اسأليني انا. صحي يا ام عظيمة، اخبار بنتك العيانة ايه؟ ربنا يشفيها، ملناش غيره. يا رب. قولي يا ام عظيمة، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يغفر للمضطر؟ يا بنتي اسمه الغفور الرحيم، لكن تقصد ايه بالمضطر يعني؟ اقصد يعني لو واحدة يعني غلطت وعملت حاجة يعني غصبا عنها وما كانش قدامها سكة غيرها، ربنا ممكن يغفر لها؟ شوفي بقى، تستغفر ربنا الأول وبعدين تقف عن الغلط اللي بتعمله، لكن تفضل مستمرة في الغلط وفاكرة ان ربنا هيسامحها، ده يبقى اسمه عدم المؤاخذة. استه صح يا ام عظيم، عندك حق والنبي. لكن انت بتعملي ايه بقى غلط؟ بتنسي تغسلي اسنانك قبل ما تنامي ولا ما بتسميش قبل ما تاكلي؟ لا عايز اعكس راجل جميل وحلوة كده، هو تاخده من بنات. يوجتك ايه يا تروح؟ عظيمة شديت الشنط زين؟ من بدري يا شيخ عبد الله، انتوا عاوزين الطلاق فوتكم ولا ايه؟ هتوحشينا قوي والنبي يا حاج. الله يسلمك يا بنتي، كنا نبغي تقعدي معانا بس خلاص ما محتاجينك، ابو جواد طول اليوم في الشغل. يلا انا قلت للسمسار يعطيكي فلوسك كامله. يا كريمه يا بنت الكرمه، يلا روحي، ده احنا عايشين في خير. الله يخليكي روحي. مع السلامه يا جماعه، انا عندي مصالح راح اخلصها واجيكم اخر الاسبوع. بالسلامه اخوي. مع السلامه. بالسلامه. الله يسلمك حبيبتي، ربنا يجعلك في كل خطوه سلام. يلا روحي توحي. ده ربنا يطمنا عليك يا حاجه. مع السلامه. مع السلامه توحي. الحين روحي وتجيني بكره من الصبح. بس الحجة. انا عارف ايش قالت لك الحجة، بس الشقة محتاجة تنظيف وانا نفسي اكل اكل بيتي، مليت من اكل برا. ولا عندك مانع؟ ماشي يا شيخ عبد الله اللي تأمر بيه. السلام عليكم. انت اعرف امك، الخاتم فين؟ ورحمة أمي اللي ما بحلف بيها كده، ما أعرف عن الخاتم ده حاجة. بص يا عشجان، أنت هتطلعيها هتطلعيه، يا إما خلي الأمور اللي وراكي ده يدور عليه في أي حتة أنت مخبيها فيها، فهماني؟ وعليا النعمة يا باشا، وعليا النعمة من نعمة ربي ما أعرف عنه حاجة. طب أقول لك إيه؟ طب شكلك كده مش هتيجي بالسوق، فتشها. والنبي يا باشا، والنبي يا باشا، والنبي عملت حاجة، طب أعمل إيه؟ وغلقت الحاجة تغريد عندك. ما تجيبي سيرتها على لسانك يا بت. حقك عليا يا باشا، أنا آسف، حقك عليا، بس ما تخلوش يعمل لي حاجة. دلوقتي بتحلفيني بحياتها؟ ها؟ مش ده بنت الست اللي امنتك على بيتها وانت سرقتيها يا بنت الكلب؟ والله العظيم يا باشا ما عملت حاجه، طب احلف لك بايه؟ احلف لك بايه؟ فتش عسكري. استنى يا باشا، والنبي والنبي ما يجي جنبي هتكلم، والله هتكلم، بس خليه يسيبني. خلاص خلاص. الخاتم فين بقى يا اشجاني؟ في بير السلم. انهي بير السلم؟ بير السلم بتاع بيتنا. شفت بقى يا اشجاني؟ اديك انتي اللي طلعتي واخده الخاتم. وعلى النعمه يا باشا، اول واخر مره، اول واخر مره. ما هي فعلا اول واخر مره. عارفه ليه يا اشجان؟ عشان انا ايديك دي هقطعهم لك. معلش يا باشا، وزه شيطان، بعدين البني ادم مننا خطاء.
يعني افهم من كده ان انت خلاص تبتي ومش تعملي كده تاني؟ تتقطع ايدي، تتقطع ايدي لو فكرت في الموضوع ده تاني. تمام، اشجان ملفك هيفضل مفتوح عندي لحد بس ما اتاكد من الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني لغايه ما اعرف ان انت تبتي هبعتك عند ناس تشتغلي عندهم في البيت. عايز كل اخبارهم اشجان، لو دبت النمله دبت هناك من غير ما اعرف مش حلو علشانك، فهماني ولا؟ نهار اسود، عيني دي قبل دي يا باشا، ده انا من رجلك دي لرجلك دي. وياكي حسك عينك حد يعرف باللي حصل النهارده هنا ده، يا اما وربنا ما هتشوف الشمس تاني اشجان. تمام، وساعتها بقى مش هخلي ان سمسم اللي وراك ده بس يعني هو اللي فتشك، لا ده انا هعمل عليك حفله في الاسم كله. على ايه يا باشا انت تقدر؟ تمام، شكلك فهمتيني. ها امشي يلا. اشكال زباله، مش عارف انا ايه. هحط ستاير كرانيش هنا بحيث انها تدخل الضوء بشكل انسيابي، هيعمل درجه لطيفه قوي لما ينزل على الكنب البترولي اللي هحطه هنا، وهعلق كمان نجف ذهبي هنا، وتحت كل نجفه بالظبط سجاده ايراني. والراجل ده عارف احنا عايزين الشقه في ايه؟ اللي قال لي عليه قال لي انه فاهم احنا بنشتغل ايه. بص بقى يا باشمهندس، احنا مش فارق معانا بقى انسيابي بترولي، احنا اهم حاجه تركز على اوضه النوم. ايوه يا انت، ما انا عارف ان اوضه النوم مهمه جدا، بس اللي فهمته اكتر ان انتوا عايزين اللي يدخل ينبهر من اول لحظه لما يدخل الريسبشن والصاله والليفنج روم. لا ما تقلقش، احنا هنبهره بطريقتنا. براحتكم، بس انتوا عارفين ان الابهار بيفرق قوي في الاخر لما بتيجوا تتحاسبوا، ولا ايه؟ كده ابتديت تفهمنا. سيب بقى الباشمهندس يشوف شغله ده، فهمنا خلاص. ابدا يا مبهر. وهحط هنا الكنب البترولي وكرسيين على اول الباب من نفس الدرجه. واو. بقول لك يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي. ما تعرفيش مستشفى دمشق التخصص نروحها ازاي؟ ايه يا اختي، مستشفى ايه؟ مستشفى دمشق التخصص، ما تعرفيش روحها ازاي؟ لو النبي يا اختي ما اعرفش، بس هم قالوا لك فين؟ قالوا لي قريبه كده من شارع شهاب. شارع شهاب. طب بصي انا هدلك فين شارع شهاب. هتروحي وهناك تتقصي بقى انت براحتك. بصي هتمشي كده على طول، هتلاقي ميدان، الميدان يا اختي خش يمين. تمام. تفضلي ماشيه طوالي، عدي اول يمين تاني يمين، خشي في تاني يمين ده هتلاقي اول شهاب بالظبط، خشي بقى جوه واسالي اي حد هيدلوكي. كتر خيرك، تأمريني يا حبيبتي. بقول لك ايه، هاي هي البوك اللي معاكي فيها ايه؟ فيها شكلها كده فيها هدوم مش كده؟ طب انت شكلك كده دلاله صح؟ ايوه دلاله. طب ما توريني كده حاجه من اللي معاكي، في حاجات كده الغلابه اللي زينا، ولا اللي معاكي كله للناس الهاي اللي بتدفع فلوس كتير؟ يا اختي عيب عليك، ما تقوليش كده، عيب عليك، انا تحت امرك ومن عينيا لجوه. كده حاجه من عندك. عينيا يا اختي. يا لهوي يا ولاد الكلب الحقوني. يا ست يا لهوي الحقوني، اخد البضاعه. اخسروا منك حاجه. يا لهوي اخد البضاعه، اخد البضاعه ولاد الكلب. اخد البضاعه، اخد البضاعه. اخد البضاعه. يا لهوي يا لهوي على الانتظار. حسبي الله ونعم الوكيل. يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي. ما تعرفيش مستشفى دمشق التخصص نروحها ازاي؟ ايه يا اختي، مستشفى ايه؟ مستشفى دمشق التخصص، ما تعرفيش روحها ازاي؟ لو النبي يا اختي ما اعرفش، بس هم قالوا لك فين؟ قالوا لي قريبه كده من شارع شهاب. شارع شهاب. طب بصي انا هدلك فين شارع شهاب. هتروحي وهناك تتقصي بقى انت براحتك. بصي هتمشي كده على طول، هتلاقي ميدان، الميدان يا اختي خش يمين. تمام. تفضلي ماشيه طوالي، عدي اول يمين تاني يمين، خشي في تاني يمين ده هتلاقي اول شهاب بالظبط، خشي بقى جوه واسالي اي حد هيدلوكي. كتر خيرك، تأمريني يا حبيبتي. بقول لك ايه، هاي هي البوك اللي معاكي فيها ايه؟ فيها شكلها كده فيها هدوم مش كده؟ طب انت شكلك كده دلاله صح؟ ايوه دلاله. طب ما توريني كده حاجه من اللي معاكي، في حاجات كده الغلابه اللي زينا، ولا اللي معاكي كله للناس الهاي اللي بتدفع فلوس كتير؟ يا اختي عيب عليك، مش قد المقاس. ما تقوليش كده عيب عليك، انا تحت امرك ومن عينيا لجوه. عينيا يا اختي. يا لهوي يا ولاد الكلب الحقوني. يا ست يا لهوي الحقوني، اخدوا البضاعه. اخسروا منك حاجه. يا لهوي اخدوا البضاعه، اخدوا البضاعه. ولادي انا اروح القسم، انا اروح القسم. يا لهوي يا لهوي عليا، على الانتظار. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم يا روح امك. بضاعة ايه يا بنت اللي اتسرقت؟ شايفين يا بنت مختومة على قفايا؟ ابي بفلوس يا بنت، البيت ما فيهوش ولا مليم وما فيهوش اكل، وابوكي لو راجع وما لقاش اكل هيطين عيشتنا. ياما حرام عليكي، مش كده، ما تبقيش انتي والزمن عليا. بقول لك وحياة منك، ان شاء الله عدم دنيا واخره، البضاعة كلها اتسرقت. هو الواد ذنبه ايه يا بنت تقدميه ان شاء الله انتي؟ وريني يا بنت، فين الفلوس يا بنت؟ وريني.
فين يا بنت الفلوس؟ مخبيها فين؟ خلاص ارتحتي؟ برتاح لارك؟ عرفتي ان مفيش فلوس؟ قسما عظما يا بنت بطني، لو ما قبيتي بالفلوس لوريكي المحن والكهن كله على اصول. بقول لك يلا بحلف بوحياة ابني، ايه؟ لو كنت تعرفيني بصحيح كنت هتعرفي ان انا ما بكذبش عليكي. يا بنت، ده انت عمرك ما قلتي كلمتين على بعض صدق. طيب، فرضنا صدقتك، هتقعدي يا اختي حطالي ايدك على خدك ولا تتحركي وتتلحلحي شوية؟ يعني عايزاني أعمل إيه؟ سيبك من شغلانة الدلالة دي خالص، انزلي اشتغلي أي شغلانة. إيه يا شهادة تشتغلي في البيوت؟ إلا شغلانة البيوت، ولو هموت من الجوع مش هشتغل الشغلانة دي. لا يا روح أمك، هتشتغلي يعني هتشتغلي، إحنا عايزين فلوس، اتصرفي يا أختي. مال الجمر ماله؟ ما جيناش على باله. مال الجمر ماله؟ جمر، والله جمر. ما جيناش على باله. مال الجمر ماله؟ الله يرحمك يا استاذ، كنت سابق عصرك. ليش اتأخرتي يا توحة؟ تعاليلي يا توحة تعالي، اتأخرت علي واني على نار. ما جيناش على بالو، مال الجمر مال توحة. ليش ليش اتأخرت يا توحة؟ وانت تعرفين ان الحالي بالشقة، قصدي يعني مشان تروقين الشقة وتنظفينها. يا شيخ انا جاية في ميعاد. زين اقول لك، ادخلي المطبخ واعملي لي من تحت دينك الحلوين هذولا وجبة اكل، لاني جوعان، انا جوعان يا توحة. عناية توحة. اقول لك نادي على البواب من شباك المطبخ وقولي له يطلع لي الحين. ماشي يا شيخ. وبعاد كنتم ولا قريبين لمرادنكم، دايم سالمين. وليلة ليلة 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 ليلة. اقول لك يا حاج، تروح الحين عند ابو الكوامل، تعرف ابو الكوامل؟ تقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله. ها؟ خذ ادي له الفلوس وقول له انطيني الامانه للشيخ عبد الله، فهمت؟ فهمت يا باشا. ما تتاخر يلا. اوكي يا باشا. يلا ما تتاخر. حاضر. وبعاد كنتم ولا قريبين لمرادنكم، دايم سالمين. خير يا شيخ عبد الله؟ عاوزني اطبخ لك حاجه غير الكوسه؟ توحتي انا شفت نفسي متوحش بالصاله، قلت اجي اتسلى وياكي. طب ما تقعد بره في الصاله احسن، تقعد على الكنبه تتفرج على المسلسل، تفتح كده المكيف، ده حتى الجو هنا يعني خنقه وحر. حر؟ انا اللي حران يا توحه، بس الجو هين منعش. ما تجيب من الاخر كده يا شيخ عبد الله، عشان يعني تريح وتستريح. احسن كلمه قلتيها يا توحه، جيبي انت من الاخر. من الاخر اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وان كنت فاكر انك انت مشيت مراتك وابنك وكابور عشان تستفرب بيا، مش هيحصل. وسيبني في حالي بقى، خليني اطبخ ولا اسيب لك البيت وامشي. لا لا تمشيني تروحين فين وتسيبيني لحالي يا توحة؟ ماله حالك يا اخويا؟ ماله حالك؟ حالك احسن من حالي.
ما تسيبني في حالي بقى، كفايه الغلب اللي انا فيه. غلب؟ ليش غلب يا توحه؟ ليش غلب؟ توحتي اني بير ماله قرار، فضفضيلي قولي اللي نفسك بيه يا توحه وانا اسمعك. توحتي اني ربنا بعدني مشان احقق لك احلامك، تبين فلوس انطيكي، تبين ذهب اجيبلك، امريني بس يا توحتي. لا تامرني ولا امرك، خد بعضك واطلع اقعد بره بدل ما اسيب لك البيت وامشي. خلاص خلاص خلاص، ما تتعصبين، اهدي اهدي. ما تنسينا الكوسة، أريد أكل كوسة. كوسة في دماغك؟ طب ما جيتيش ليه أول ما اتسرقت يا بنتي؟ على الأقل كنا عملنا نشرب أوصاف العربية وجبناها بدري. والنبي يا باشا، ما أعرف إيه اللي حصل. أول ما اتسرقت اتشال التفكير، قمت رايحة على بيت أمي على طول، ويا ريتني ما رحت لها. ليه؟ ما فيش، الولية مش مصدقاني. سألتني فين الفلوس؟ قلت لها اتسرقت. قالت لي يا اما الفلوس يا اما مالكيش اكل في البيت. مالكيش اكل؟ يعني ايه الكلام ده؟ هي كده، يا الفلوس يا مفيش اكل في البيت. طب بذمتك يا باشا هشهدك، انا كبيره واقدر استحمل ما اكلش، لكن ذنبه ايه الواد ما لعبتني ما ياكلش؟ لا اله الا الله. طب اهدي، طيب هتتعدل. والله يا باشا سالفه فلوس ومش عارفه هرد الدين اللي عليا ازاي. خدي خدي، امسكي دول. لا يا باشا ما يصحش يا بنت، امسكي سد دونك وهاتي بدل البضاعه اللي اتسرقت. ربنا يخليك ليا يا باشا، ربنا يكرمك دنيا واخره. انت هتقعدي تدعي لي بقى ساعتين؟ بدهم سلف، انا مش بديهم لك كده يعني، بس اول ما الدنيا ترستع معاكي هتيجي تجيبيهم لي تاني. حاضر يا باشا، هستأذن انا بقى. اقعدي يا ولد. تقوم يا باشا. بقولك ايه رايك تشتغلي حاجة تانية جنب الدلالة دي؟ اشتغل ايه بس؟ ولاقي وقت منين يا باشا؟ شغل كتير يا بنتي، هنزلك عند واحد مخدماتي وديك عند واحد تشتغلي عنده في البيت. شغالة يعني يا باشا؟ ماليش فيه، بعدين مؤاخذة يعني، هو حضرتك متفق عليا انت وامي؟ امك؟ ومالها شغالة؟ مش احسن من لافة في الشوارع ليل ونهار وفي الاخر تجيلي مضروبة ومعيطة؟ بس انا يعني يا باشا انا مؤاخذة يعني، ماليش خلق يعني حد يتأمر ويتشرط عليا ويقول لي شيلي ده من هنا وروحي اقعدي هنا وما تتحركيش من هنا، ماليش خلق لده يا باشا. وزة، لو قلت لك ان انا عايزك تحط عينيكي على الراجل ده تراقبيه يعني، هتقولي لا برضه؟ يعني انت يا باشا عايز تشتغل مخبرة مع حضرتك؟ مخبرة مع حضرتي؟ معاش ولا كان يا باشا اللي يقولك على حاجة لا ولا يرفض لك طلب. اتفقنا يا وز، هبعتك لواحد مخدماتي اسمه عم نوح، هو ده اللي هيوديك عند الراجل اللي انا عايزك تروحي عنده. حاضر يا باشا. حاضر، يلا. توحة توحة خليك انت يعني، راح افتح الباب، روحي كملي شغلك بالمطبخ، اطبخي لي واكل زين حلو. يلا يا توحة، يلا يا توحة. ابو الكوامل، على وش التأخير يا ابو الكوامل؟ اعمل ايه بقى؟ على ما الراجل العطار عمل لي الخلطة واداني الحجر. خد ايش حجر جهنم؟ حجر جهنم؟ حجر جهنم يعني ايه؟ شيء بالعالم؟ لا يدبر ايه، ما توديش نفسك في داهية. الخلطة هي اللي هتتدوب في مية وتشربها، الحجر ده بقى تدهن بيه. والله شكلها وصفة زينة يا ابو الكوامل. هيخليك نار. تريد تصير نار؟ كم تريد؟ لا لا، خلي بقى تجيب واحد بس على قد ما ايدك تطلع. ما يصير، اشكرك يا ابو الكوامل. بسم الله ما شاء الله. الف سلامة. الله يكرمك. بامان الله. ادعي لي يا ابو الكوامل. الله، حجر جهنم. هلا بيا يا رز على ملوخية، يا كنت قاعدة اتغدى وضربني بالمخدة في لا ايه ده؟ يلوي 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 ايه ده؟ يا مصطفى ايه ده ايه ده؟ قفشتك؟ ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده؟ ده انا كنت فاكرك قطة مغمضة. اتفرجي على مجلات. يا نهار ابيض،
ده كلام برضو. قولي لي بقى، اتفرجي على الحاجات دي من امتى وجبتيها هنا ازاي؟ انطقي. دي انت هتاخدني بدوكة بقى، انت اللي شايل الحاجات دي ليه؟ دي حاجات استغفر الله العظيم. دي لا استغفر الله العظيم ايه، دي كتب المدرسة. كتب المدرسة؟ هبلاني، ما روحتش مدارس، دي حاجات حرام وعيب وهتدخلك النار. طب وحياتك انت، دي كتب مدرسة. طب قوليلي، انت سبت المدرسة وانت في سنة كام؟ تالتة اول. دي بقى خمسة تالت. شفتي، انت لو كنت كملتي كانوا يدوك الكتب دي. طب طالما يعني هي كتب مدرسة، خبيتها تحت المرتبة ليه؟ ده انا خبيتها عشان اختي مريم، ماما قالت لي ان انا اخبيها كده عشان هي لسه ما خدتش الكتب دي في المدرسة. شفتي بقى، سيبيني بقى اذاكر عشان انا عندي امتحان رهيب في صفحة 10. ماشي، وادعيلي. ربنا يوفقك. توحة، أنا جوايا كلام كثير، أريد أقول لك عليه. أنا قلت لك مش هتلمس مني شعرة، اديني المفتاح وخليني أنزل. تنزلي تروحين فين؟ وتتركيني لحالي يا توحة. والنبي ما تضايق خلقي بقى، بدل ما لم عليك الناس كلها وأرقع بالصوت. ترقعي بالصوت وتفضحين نفسك وتبقين توحة المفضوحة؟ لا، هفضحك أنت. ما حد راح يصدقك، راح قولهم إنك سرقتيني. أنا سرقتك؟ ليه كده يا شيخ؟ ما حرام عليك كفايه الغلب اللي انا فيه. سرقتيني يا توحه، سرقتي قلبي. بقول لك ايه، زي ما انت كده قول كل اللي انت عايزه، وانا نازله من باب المطبخ. يعني قفلت باب المطبخ قبل ما تيجي؟ هي بقت كده؟ ماشي. يا مجنونه، انت مين تعمل ايه يا مجنونه؟ مش انا بقى سرقتك وهتسجن؟ اعمل بقى اللي انا عايزاه، اخد حقك. لا لا لا، اشتري طلع المفتاح عشان اخزك في رقبتك. اجيب عجلة. خذي المفتاح يا مجنونة، خذي المفتاح. امشي جاتك مصيبة تشيلك. انا ناقص مجانين. امشي كده، ما تجيش غير بالسكة على دماغها. اعوذ بالله. اعوذ بالله منك ومن اشكالك. زين يا توحة زين، أنا راح أوريك إيش راح أسوي فيكي. أنا حاسس إن الموج عالي قوي هنا، عشان كده أنا عمال أغرق وأعمل بلق لق لق. بس يلا لحسن، أتصل بالمطافي وتيجي ترش عليك. صحيح، ده ممكن يتقبض علينا في ثانية. أنا معيش البطاقة. طيب خلاص، حد يحاسب على الخمرة اللي إحنا كلناها دي. يا وزة، نعدي كده لا سلام ولا كلام. ابعد عن سماية السعادة يا سايه. شكل سماكي مغيمة وشكلها كده هتمطر. طب كويس يا اخويا انك فهمت، فاتكل بقى من قصادي بدل ما تقوم عليك زعبيبي. لا ده احنا كده انتقل بقى. في يا وزة، مالك بتكلميني شحط كده؟ اصل يا اخويا الناس رايحة وجاية وانت واقف تتكلم معايا كلام عوج ملوش اي لازمة. يا بنت بطمن عليكي، في ناس شافوك النهاردة وانت نازلة من بيتكم معيطة. خير؟ لا اطمن اطمن يا اخويا. طب هشوفك امتى؟ معرفش. حلو الميعاد ده. طب انت مش عايزة ايات ولا حاجة؟ لا. شكلها بتموت فيا بس مخبيه عليا. يا دنيا يا هبلتي، بعد الشر عليكي يا ابني، بعد الشر. مالك يا رشا، فيها ايه؟ مالها؟ توحه حاجتك يا حبيبتي اهي. مالها فيها ايه؟ مالك؟ انا مش شايفه يا توحه. يا روحي مش شايفه خالص. مش شايفه يعني ايه؟ فين النضاره؟ بتلبسها برضه مش شايفه. يا خالص شكلي اتعميت ولا ايه؟ والنبي يا اختي ما تقوليش كده عشان خاطري والنبي، فيهم شويه حساسيه. يلا على فين؟ رايحين يا اختي المستشفى، خلي بالك انت بالعيال. عيال ده ايه؟ رجلي على رجلكوا، تعالي يا. طب يلا يا اختي. على مهلك يا حبيبي. لا مهلك، سندي عليا ما تخافيش، على مهلك. يلا يا اختي. خير خير ان شاء الله خير، تعالي. راسي هتتفرتك يا رجاء يا اختي، شدي لي عليها يا اختي بقت ما عندك. بقول لك ايه يا حسنيه يا اختي، مش اخوكي شغال في الارزخانه؟ ما تشوفه لي يا اختي يشوف لي العلاج ده، احسن جنبي ابتدى ينقح عليا. دورت على الفوار ده مانيش لاقياه. ان شاء الله اشوفه لك عنده. طب خدي يا اختي حق العلبتين. يو فكرتيني يا حسنيه يا اختي، هسيلي معاكي شب الشمان يا الحمد، احسن اخر حبايه هتخلص مني العلاج. هو انت لسه مرافقه السواق؟ والنبي يا اختي من ساعه الطلاق مانيش عارفه انا بعمل ايه. والله لو المدام احسان عرفت ان انت يا بتنجسي العربيه مع السواق بتاعها لا تدوسك بيها. الواحده بتفك عن نفسها وبتتسلى بدل ما هتطق من جنابها.
انا لو على كده وما خدتش بالي من روحي هبقى زيه. اوعي يا خوخ، اوعي يا بنتي يا خوخه، اوعي. البنت تعبانه قوي، عينيها خلاص هتضيع وبعد عليها مش هتشوف. يا لهوي. خير يا ساميه؟ في ايه؟ انا مش شايفه اي حاجه خالص، انا عينيا بتوجعني قوي، بتوجعني. حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي، ما فيش ياخد دكتور عيون هنا ولا ايه؟ ما انتي عارفه يا ساميه الموجود هنا دكتور نبطش امتياز وكمان بطنه. يعني ايه يا اختي؟ ما فيش هنا دكتور عيون؟ ما فيش مستشفى نظيفه نروحها؟ البنت نار عينها هيروح. طب خدي الكارت ده، في رقم الدكتور وعنوان المستشفى، ده المستشفى نظيف قوي والدكتور كويس قوي. ماشي ماشي. خلي بالك الفيزيتا عاليه قوي. ما يهمنيش. يا توحة انا مش شايفه، يا توحة خليكي معايا، انا شكلي هموت. ما تخافيش يا رشا، والنبي ما تقولي كده، انا فداكي يا اختي، والنبي ما تخافي، ما تخافيش. يلا يا اختي يلا على المستشفى بسرعه. بشويش نزلي رجلك بشويش. هتعملوا ايه؟ بقولك يا عم معتمد بسرعه وقف تاكس، يلا البنت مش قادره تقف على رجليها. يلا يا بنتي مش خايفه؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، ما تخافيش، ما تخافيش يا رشا. تعالي يا تعالي يا بنتي. يا عم نوح جرى ايه يا راجل؟ على مهلك شويه. ما تمشي شويه وانت ساكته. الله، هو انت جرى وراك بهيمه؟ وبعدين هو انت ايه، مركب في رجلك برجل؟ باين عليكي بنت لمضه مش بتاعه شغل. لا يا اخويا بتاعه شغل وبجري وراك لعيش، انما اجري وراك انت اهو ده اللي جديد عليا، حاجه غريبه والله. اقفلي بقك شويه. هو انت واخدني فين؟ ايه المكان الغريب ده؟ تكونش خاطفني؟ ايه خاطفك؟ اه صحيح، تخطفني ده ايه؟ ده انت مخطوف في خلقه او عايز حد يخطفك؟ ربنا يستر، الواحد مش عارف هو رايح على فين والدنيا واخده من حته لحته. ربنا يستر يا وسه، ربنا يستر يا وسه. انت بتقولي ايه؟ لا ما بقولش حاجه يا اخوي، بقول يلا نتكل على الله عشان نشوف اخرتها. اتفضل. شغالة جديدة يا عرام بيه. اوكي اوكي. اسمك ايه؟ وزة سعادة الباشا. وزة. اوكي، شوف وزة، أكتر حاجة يزعلني عشان ما تعملوش أبدا إن حد يشيل حاجة من مكانها يحطها في مكان تاني. ماشي يا باشا، بس طالبة منك برضو تاخدني تلففني على البيت حتة حتة وتعرفني كل حاجة في مكانها فين. تاني أكتر حاجة يزعلني جدا الكلام الكتير. ما تخافش يا باشا، مش هتسمع مني غير كلمتين اتنين، تؤمر وحاضر يا باشا. اوكي يا عرام باشا، انا اجيب لك حاجه على الفرازه، انا اجيب لك اي حاجه. يلا ميرسي. خلي يا باشا. ميرسي نوح، يلا يقدر يمشي دلوقتي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم نوح. تحت امرك. تعالى يا اخويا انا عايزاك. هو الراجل ده يا اخويا ملوش عيله؟ عايش بطوله يعني؟ شغل اخر راحه. لا وانت استهدئ، قصدك شغل اخر قلق. ربنا يستر. من ايه بس؟ قلق ليه بس؟ الله، الباشا هو اللي بيعرف. تصدق ان انت راجل معفن؟ امشي يا راجل غور، يلا غور. السلام عليكم. وعليكم السلام، سكت السلامه. يس ايوه خلاص حصل. تؤمر بحاجه يا عرامبي؟ ثانيه واحد، انا اكلمك تاني، اكلمك تاني. وزه انت جيت هنا يعمل ايه؟ انت المفروض يقعد في المطبخ مش يتحرك ابدا. ورايا. ان شاء الله الباقي هيبقى عندك بكره من النجمه.
بس يا ريت ما تتاخريش عن بكره والا هنضطر نخرجها. يعني ايه؟ يعني ايه ما تاخرش؟ هو مفيش رحمه خالص؟ هو يعني الفقير اللي في البلد دي لو عي ومعهوش قرش ما يتعالجش؟ ما بالراحه يا اختي شويه علينا. ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ انا هخرج اشرب سيجاره بره بقى. غور وريحني غور. الدكتور يا اختي بيقول الميه البيضة هي السبب. ان شاء الله تبقى عمليه بسيطه. اللي فهمته يعني ان لو الواحد سنه صغير وعمل العمليه دي بدري يخف على طول يقوم بالسلام. يا رب يسمع من بقك ربنا يا توحى. يا رب. دفعتي يا اختي فلوس كتير؟ ما يهمكيش يا قبر، اهم حاجه بس ان رشا تخف وتقوم بالسلام. دي رشا دي نور عين. ما تزعليش مني يا بنتي، انا قسيت عليكي كتير بس انت شايفه الدنيا قاسيه علينا قوي. والله انا مش وحشه قوي كده، بس نعمل ايه؟ بشد عليكي من شده الزمن فينا. معلش يا قبر، اهو كله بيعض في بعضه وخلاص. كل واحد قوي بيستضعف واحد ويطلع عليه عقده. هنعمل ايه؟ ما عادش حد بيرحم حد. هنفضل كده لغايه اما الدايره تتقفل علينا وما نلاقيش حد نعض فيه. تعرف ان رشا بتحبك قوي اكتر مني؟ ما تقوليش كده، انت برضو امها وحبيبتها. ومفيش حد بيحب حد اكتر ما بيحب امه. الام دي اغلى حاجه في الدنيا. يا رب يخلي الامهات اللي في الدنيا كلهم وما يحرمش حد من امه. الله يرحمك بقى يا امه. لا والله دي بتحبك قوي. ده اليوم اللي انت بتباتي فيه بره بتقعد تحلم طول اليوم وتنده عليك. فينك يا توحة؟ فينك يا توحة؟ تعالي يا توحة. دي رشا دي الحاجة الحلوة اللي في حياتي. ساعات بحس كده ان الدنيا ملهاش طعم من غيرها. تعرفي المعفن معتمد دوت ما يقدرش يشرب المدعوق بتاعه قدامها؟ هو بيستعطى حاجة؟ يا اختي يا اختي. بيستعطى ايه المنيل بقى؟ افيون. هترني بقول مجنون وهربانة منه، هربان من الخنكة. انا عارفة انت طايقاه ولا مستحملاه ازاي. ما انا بدعي يا اما ربنا يهديه يا اما ربنا ياخده واستريح منه بقى. لا ان شاء الله ربنا ياخده قبل ما يهديه باذن الله. يا رب يا رب يا رب يا اختي. تفتكر رشا هتخف؟ يا رب ان شاء الله يا ابله باذن الله باذن الله. يا رب ملناش غيرك يا رب. هيا يا اختي طمنينا يا اختي. البنت كويسه الحمد لله والدكتور بيقفل الجرح دلوقتي. طب الحمد لله. طب نشوفها. بقول لك ايه يا خوخ، انا عايزك تحفظي بقى الطريق عشان ابعتك تجيبي لي الشرايط بعد كده. يبقى نجي لك بقى الافلام على ذوق. يا سلام، انت عايزاني اتفرج انا على ذوقك انت ليه؟ عشان اشوف افلام زباله؟ لعلمك بقى انا بفهم في الافلام اكتر منك. طب وعلى كده بقى اكتر فيلم بتحبيه ايه؟ بتفرج على الوساده الخاليه، ايامنا الحلوه، كل افلام استاذ عبد الحليم. هو في حد يتفرج على فيلم عربي؟ يعني انا ادفع جنيه عشان اشوف فيلم عربي بيجي على التلفزيون؟ يا بنت دلوقتي كله بيتفرج على افلام اجنبي، افلام هندي. يا سلام بتضحك علي بقى. مين بيتفرج على افلام هندي؟ يعني يفهموها ازاي دي؟ ايوه بالترجمه يا فالحه. ايه بالترجمه؟ بالترجمه، يعني بصي بيكتبوا كده ايه ترجمه عربي وانت تشوفيها بقى. ايوه يكتبوها نفهمها ازاي؟ ايوه بتقريها عشان تفهمي. بس يعني شفت بقى افلام بقى سيلفستر السلوني اللي مكسره الدنيا في السينما؟ ايوه طبعا بشوف السلوني ده. طيب سمعتي عن جولتا لافورترا؟ كده ده ترقص؟ عيب كده عيب. تعالى بس اقول احنا لو يعني اتفرجنا على ايه. طب انت تعرف تقول نورماندي 2 بتشوف الفيلم ده؟ توحة هلا. هلا والله يا توحة. هلا شرفتي يا توحة. انا نسيت الطرحة بتاعتي يا شيخ، قلت يعني اجي اخد الطرحة واشوفك لو محتاج حاجة اعملها لك. والله والله اني قلت بيني وبين نفسي لا يمكن توحة تخذلني. اتفضلي اتفضلي يا توحة اتفضلي. هلا 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 يا توحة. هلا 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 يا توحة. هلا. الله الله ابو الكوامل صديق اللحظات العصيبة. الليلة الليلة. ألو أخوي أبو الكوامل الحقني. لا 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 ما أبو شيء، الحقني بالأمانة اللي خدنا منها المرة اللي فاتت. هي نفسها. يا أبو الكوامل عملت عمايل
يلا يلا وحياة أبوك ما تتأخر علي، أنا ملهلب يا أبو الكوابل. مع السلامة يا أخوي. ليلة 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 يا ليلة. أنت بتستهبلي؟ إيه اللي جابك هنا من غير ما أقول لك؟ يا باشا أنا كنت جاي أقول لك على اللي حصل. ومين قال لك تعملي كده؟ أنا قلت لك تعملي كده؟ قلت لك تفكري من دماغك؟ يعني بينا ما عملتش حاجة غلط. الله، أنا هنا اللي أقول الغلط والصح. أنت تشتغلي خدامة بس، عيشي حياتك كخدامة فقط لغير، وما تجيش هنا تاني من غير ما أقول لك. طب وأنا أقول يعني أقول لحضرتك يعني الحاجات اللي بتحصل هناك إزاي؟ أوصلها لك إزاي؟ أنا لما أحب أعرف حاجة هجيبك بطريقتي. حاضر يا باشا، اللي تغمر بيه. وزة، احنا ما بنلعبش يا وزة. تعليمات تتنفذ بالحرف، وما تفكريش من دماغك تاني، ما تفكريش من دماغك تاني. انا كل اللي طالبه منك انك تركزي في اكل عيشك عند الراجل ده، تمام؟ مفهوم؟ مفهوم يا باشا. اتكلي على الله. طب يعني لو احتجت حاجة أوصلك إزاي؟ حاجة زي إيه يعني؟ فلوس؟ نوح هيقبضك باليومية زيك زي أي واحدة شغالة، ومن وقت للتاني هتلاقي مكافآت، بس على حسب تفتيح دماغك. تركزي معايا وزة. ها؟ تسلم يا باشا. وزة، أنا مش عايز أزعل منك. حاضر. نمشي. أمشي؟ ما بتمشي في إيه؟ يلا سلام. حلاوتك يا جميلك يا جميلك. شوف لي جمال على قد الحال، شوف لي جمال على قد الحال يا عوض. نهار اسود، ايه المدخل ده؟ ده باين عليهم ناس عليوي قوي يا عم نوح. ده المدخل الواحد يقعد ويرحرح فيه، ده كفايه شويه الهوا اللي فيه النعمه. عليوي ايه ومش عليوي ايه؟ كلام الفرغ اللي انت بتقوليه ده يا بنت. ركزي كويس، شوفي الشغل اللي انت جايه عشانه، بدل الباشا ما يحطك في دماغه وما انتش قده. جرى ايه يا عم نوح؟ بفضفض معاك يا اخويا بكلمتين، خربت ملطه؟ ما تخافش، كله هيبقى تمام ان شاء الله. وانا خاف من ايه؟ هو انا اللي هتحاسب ولا انت اللي هتتحاسب؟ لو الحاجات اللي انت بتقولي عليها بزغليل عينيكي دي، وهتنسيكي الشغل اللي انت جاي عشانه. لا اسي عليك النبي يا عم نوح، ده انا بفضفض معاك يا اخويا بكلمتين. اوعى والنبي تقول للباشا ان انا قلت الكلمتين دول، وعليا النعمه هتلاقيني اجدعها من اجدعها مخبر عندكم. والنبي ما هتقوله صح؟ ما ترد عليا يا عم نوح. والنبي ما تقوله، وعلى النعمه ما هتقوله انت طيب. حاضر، تعالى يلا طلعني. عندهم اسانسير؟ اتفضلي. طب عدي يا عم نوح، عدي عدي، بدل ما نطلع على رجلينا انا ما فيش نفس برضه. فهمتي هتعملي ايه؟ يا عم نوح فهم. ازيك يا نوح؟ ازيك يا باشا؟ دي اشجان اللي كلمت حضرتك عنها. وانت كنت بتشتغلي فين قبل كده يا اشجان؟ لا يا باشا، دي انا اول مره اشتغل يعني. مش قلت لك يا نوح تجيب لي واحده فاهمه؟ الهنم مش فاضيه للمناهده. يا سعادة الباشا، قلت لك دي على مسؤوليتي انا. استاذن انا بقى يا باشا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنشوف. خش يلا. خش فين؟ خش جوه. هنا؟ تعاليها. انت كنت واقف هنا يعمل ايه؟ كنت في المطبخ، وبعدين قلت اجي اشوف حضرتك يعني لو كنت عايز تشرب حاجه او تاكل حاجه، اصل ميعاد الغدا لسه جا ولسه حضرتك ما اكلتش. وزه، انا قلت ان انت تقعد في المطبخ ومش تخرج خالص غير لما انا انده. لو مش عاجبك نظام امشي. ايه كده يا سعادتك باشا؟ انا مصدقت الاقي شغل تقطع رزقي ليه؟ اوكي، يبقى خلاص تقعد في المطبخ مش تخرج لغايه ما انا انده. هقول وزه تعالى، مفهوم؟ مفهوم. لو عملت كده تاني
هتمشي خالص، تمشي مش تيجي تاني، مفهوم؟ مفهوم ساعات الباشا اللي تؤمر بيها. بصي وزة، اعملي غدا. بصي انا روح سوق هاتلي اي حاجه اطبخها يلا. ايوه يعني حضرتك يعني لسه كفايه اطبخهولك اي حاجه. خضار فريش اللي هو انتوا تقولوا خضار صابه. اوكي يلا يلا وزة يلا. حاضر ساعات الباشا. وزة تعالي هنا. انت كنت واقف هنا يعمل ايه؟ انا كنت في المطبخ وبعدين قلت اجي اشوف حضرتك يعني لو كنت عايز تشرب حاجه او تاكل حاجه، اصل ميعاد الغدا لسه جا ولسه حضرتك ما اكلتش. وزة انا قلت ان انت تقعد في المطبخ ومش تخرج خالص غير لما انا انده. لو مش عاجبك نظام امشي. ليه كده يا سعادة الباشا؟ انا مصدقت الاقي شغل تقطع رزقي ليه؟ اوكي يبقى خلاص تقعد في المطبخ مش تخرج لغايه ما انا انده هقول وزة تعالى، مفهوم؟ مفهوم. لو عملت كده تاني هتمشي خالص، تمشي مش تيجي تاني، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده الباشا اللي تؤمر بيها. بصي وزة اعملي غدا. بصي انا روح سوق هاتلي اي حاجه اطبخها يلا. ايوه يعني حضرتك يعني لسه كفايه اطبخهولك اي حاجه. خضار فريش اللي هو انتوا تقولوا خضار صابه. اوكي يلا يلا وزة يلا. حاضر ساعات الباشا. صباح الخير، ازيك يا عم ايمن؟ اهلا، ازيك يا عم كيمو؟ متاخر عليا ليه؟ معلش بقى يا عم ايمن، ما هو الشريك كان حلو قوي بصراحه، قلت مش هينفع اسيبه ولا اشوفه تاني. ليش يا سيدي؟ يا لهوي كل دي افلام؟ مين دي؟ دي واحدة جديدة بتشتغل عندنا، فأنا قلت أجيبها معانا عشان لو أنا مش فاضي تبقى هي تيجي تودي الشريط. ودي هتعرف تجيبه وتودي الشرايط؟ اللي بيبقوا بهايم يا عم. عيب عليك، ما تقلقش. المهم بس قول لي أخبار الشرايط أم خمسة إيه؟ بقت بستة يا صاحبي. ليه يا عم أيمن كده؟ ما هي كانت من شهر بأربعة بس. يا عم أنا بجيبهم بصعوبة وبعدين الطلب عليهم كتير. وبعدين يعني فتح معايا كده عشان نعلمها. شريط أبو ستة بستة. ولا إيه؟ ماشي يا عم. خد بقى ده شريط مني ليك لسه نازل حالا، تمام؟ محدش شافه غير اتنين بس. لسه نازل؟ هات كده هو بخمسة بس حبيبي. ماشي يا سيدي. بتعملي ايه يا بت؟ ايه ده؟ انت عملت ايه في الشريط؟ والله ما عملت حاجة. ازاي تفتح الشريط كده؟ انت عارف لو كان حصل له حاجة كنت سودت عيشتك. والله ما اقصد والله. معلش يا عم ايمن حصل خير. ينفع كده كريم؟ معلش مش قصدها. معلش بقى تعملش كده تاني يا اخوخة. ماشي والله خلاص حقك عليا يا اخوي، حقك عليا. خلاص بقى يا عم ايمن مش عايز اي حاجه. انتير يا حصل خير يا سيدي. ماشي يا عم ايمن يلا يا اخوخ يلا بينا. ماشي. جاتكم القرف بهايم. اخوخة. ايوه يا استهان. انا هخش انام شويه، ما تخليش العيال تصحيني لغايه اما البيه يجي، فاهمه؟ نوم العواف. في حاجه يا كريم؟ لا مفيش، انا هسرق بس الفيديو والبسها فيك انت. يا لهوي هو انا عملت لك حاجه؟ بهزر معاك يا مخبول، تفضلي كده لحد امتى يعني؟ طب اساعدك في حاجه؟ لا خليكي زي ما انت، انا هاخد الفيديو ده اوصله في التلفزيون عندي. بقولك ايه انا هنام، اوعي تفتحي عليا الباب ولا تصحيني. انت مش قلت هتتفرج على التلفزيون؟ هتفرج وانا نايم. اسكتي انت بس وتفتحيش عليا الباب. ماشي. ايه بقى الكلام ده؟ انت هترقد ولا هتتفرج على التلفزيون؟ مالكيش دعوه انت، انا هتفرج وانا نايم، المهم انت اوعي تفتحي عليا الباب، فاهمه؟ انت بتفرج كويس. شقة ماما ايه اللي نعيش فيها يا بنتي؟ مش هينفع يا حبيبي. فيها ايه بس؟ ده احنا كده هنوفر ونتجوز بسرعه. يا سلام فرحتي انا لما اتجوز بسرعه بعيش حياتي كلها متكتف. هو متكتف ليه ان شاء الله؟ متكتف ليه؟ اصل انا شكرا بصي قبل ما بنام بسيب دماغي في اوضه ورجلي في اوضه وايدي في اوضه ثالثه خالص. يعني ايه يا بنتي؟ انت بتفكريش يا بنتي الزوج مننا ما بيرتاحش
كان مع مراته في بيته حماره. يا حبيبي يعني احنا هنعيش في الصاله؟ ما احنا برضه هيبقى لنا اوضتنا مقفوله علينا. برضه لا. بعدين انت عبيطه ولا ايه؟ ده انت اساسا المفروض تقنعيني نعيش لوحدنا، تيجي تقولي نعيش مع ماما. طب بص كل لقمه كده وفكر هتلاقي فكره حلوه. مش عايز. بعدين فكرت ومش عايز. انا مش عارفه انت عامل كده ليه؟ يا حبيبي انا بسهلها عليك وانت تصعبها. بقول لك ايه؟ سيبك من جو تسهلها وتصعبها ده. قولي لي بقى الفكره دي بتاعتك اساسا ولا بتاعت تغريد؟ فكرتي انا طبعا. ماشي يا تغريد ماشي. وانت ليكي رؤى معايا، عارفه ليه ولا مش عارفه؟ عشان بتسيبي ودنك الجميله دي لاي حد يقعد يرغي 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 ومش بعيد يبوظ لك حياتك. يا بنتي ده ناقص تقول لنا نشرب ايه ونخلف امتى ونعمل ايه؟ ايه ده في ايمان؟ هو انت قافش ليه اللي هي اللي قايله لي؟ قلت لك فكرتي انا. طب نفرض مثلا ان هي اللي قالت لي، ما هي برضو مامتك وعايزه مصلحتك. ريم الكلام خلص وعدي يومك على خير لو سمحتي. طب خلاص خلاص بقى خلاص. هو احنا خارجين نتبسط ولا نتعكني؟ قولي لنفسك ستان. الله. طب بحبك بقى، فك التكشيره دي بقى. شايفانا طمنينا. ايوه انا شايفك يا توحة، الحمد لله انا شايفاكي. يا حبيبتي يا حبيبتي الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله شكرا يا دكتور، ربنا يخليك لينا. الحمد لله يا رب الحمد لله. هتلبس نظاره ثانيه يا دكتور؟ مش انا بنحتاج النظاره بعد كده. الحمد لله رب العالمين. يا حبيبتي يا رشا يا لهوي، ده انا ما كنتش مصدقه نفسي اليوم اللي هتفتحي فيه. انا كان هين عليا اديكي عناية تشوفي بيها. انا كنت خايفه ما افتحش وما اشوفكيش تاني ابدا يا توحه. حبيبتي كنت خيرك يا توحه، والله جميلك ده ما هنسى العمر كله. بس اسمعي بقى، الدكتور قال لا تتعرضي للشمس ولا ضوء جامد، سامعه ولا لا؟ سامعه. انتوا عندكم ضوء الشمس ولا عندكم ضوء من اساسه؟ ده انت عندك كلها هي لمبه مدخمسه بقى توحه. لكن امك ما تشوفهاش مش كده؟ خساره فيك الدمعتين وقريتي عليك طول ما انتي تعبانه. يا لهوي شوفي الولايه يا ولاد، انت لسه كنت عماله تقولي توحه توحه، غيرتي اوام؟ لا طبعا يا ماما، انا ماديش غيرك انت وتوحه. يا حبيبتي يا رشا يا حبيبتي، الحمد لله رب العالمين، يا رب اشوفك عروسه يا حبيبتي. حطيت لم شويه ودوقته. يا لهوي يا اختي، وبعدين ايه اللي حاصل؟ فضلت ابص شويه لقيت الدنيا بتلف بيا وركبي ثابت، رحت جاري على المطبخ قبل ما اقع. يخرب بيتك بنت هبله، بقى تبقى قدامك فرصه يا بنت زي دي وتسيبيها وتجري على المطبخ. تعمل ايه يعني؟ تمسكي في الواد ده، الواد كان في ايدك زي حته الحلاوه، تهجمي عليه وتخلصي الموقف. وانت عايزاها تدخله ليه يعني؟ حبا في الوساخه وقله الادب؟ لا يا اختي، تملك الواد تحطه في عبها، تبقى ملكاه كده زي الخاتم في صباعها. انت هستفاد ايه بقى؟ انا طول عمري بقول ان انا عارفه اتنين هبل. لا يا اختي انا فاهماكي كويس. فهماني؟ وانت اصلا لو بتفهمي حاجه في الدنيا كان ده بقى حالك. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ يا نهار اسود ونيل، سرقتيه من بيت مين؟ سرقت ده ايه؟ ده الراجل الكبير جابهم لي لحد رجليا وقال لي اتفضلي يا توحه، خدي الرزم دي وخدي الذهب ده. ايه يعني شبكه ومهره هيتجوزك؟ لا يا هبله، انا ما عملتش زيك، انا مسكت في الفرصه اللي جات لي بايديا واسناني. وبعدين هي الناس اللي زي دي تبص لنا ولا تتجوزنا؟
انا فضلت مسيطره على الراجل لغايه ما جبته على بوزه، والنتيجه اهي فلوس وذهب. طول عمري ومن ساعه ما شفتك على السلم هنا بقول عليكي مش سهله. توحة، تعملي ايه بالظبط عشان يدولك الحاجات دي؟ رد عليها يا اختي وقولي لها بعمل ايه. بصي يا بنت، بعمل زي الفيديو اللي انت شفتيه مع الواد بالظبط. يا ساحتك. طب هتعملي يا اختي ايه في الذهب ده؟ هلبسه. تلبسيه ازاي يا منيله؟ يا خيبه يا هبله، اكيد الراجل ده مديكي دوحه بمراته، ولو جات وشافتك لابسها هتفضحك وتطلعك حراميه وسرقاه. يا لهوي، تفتكري؟ ايوه يا بت. وبعدين لو رحتي بعتيه مش هينفع، هتتقفشي عشان الذهب ده من غير فاتوره، وكلهم دلوقتي يا اختي ما بيردوش ياخدوا اي ذهب غير لما يكون معاكي الفاتوره. بعدين معاكي بقى حيرتيني، يعني ابيعه ولا البسه؟ لا يا اختي هبيعيه، بس مش لاي حد. سيبولي بس كده يومين وانا هعرف اتصرف لك فيه. الله، جرى ايه يا بت؟ انت مش مأمناني؟ ده انا بحاول اتصرف لك واشوف لك حال. لا يعني بدربها في دماغي كده اشوف اذا هلبسه ولا هبيعه ولا هبيعه ولا هلبسه. انت حره. طب خلاص يا وزه امسكي، بيعي معرفتك اهو كده. توحة، انت بت ابنه؟ يا لهوي عليا. معلش يا اختي معلش، دي اسئله هبله هبله، والمصحف هبله. ما يعني مستعجبه يعني. اسمعي يا خوخ، انت اللي تحددي تدي للراجل ايه، الست هي اللي بتتحكم مش الراجل، فهمتي؟ فهمت. ولا فهمتي ولا نيله. ازغرك بتقول فهمت. ينيلك يا خوخه، وانما انا ما عارفه انت هتتجوزي ازاي يا موكوسه. يا اختي بكره تتودك. على رايك، يعني هي الواحده كانت اتولدت كده. يلا انت هويكه، قوم يا سهتان. تاخدي نوجة؟ لا مش عايزه نوجة، انا عايزه الكيس ده. ده ايه؟ خدي يا اختي، وانا اللي فتحت لك بدايه الطريق، خدي. لا 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 لا، بقول لكم ايه، انا عايزه اروح محل معين. اهلا 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 اهلا، ده انتوا بقيتوا اصحاب بقى. البركه فيك يا عم عظيمه. لولاك يا اخويا كنا زمان ماسكين في خناق بعض. عارفين كده بقى ان شاء الله. هنروح نتفسح ونشتري شويه حاجات. وعايزين نزور الاوليه، عايزين نروح يوم العوادس. خلاص تعالوا معايا اوصلكم سكتي. لا يا اخويا، تعبك راحه، مش عايزين نتعب. لا انا خلاص خلاص، كوبايه شاي وكنت همشي. يلا. يلا. ماشي. كتر خيرك. ايه ده يا عم عزيمه؟ هو انت طلعت بتسمع لطيفه؟ يا اخويا مش باين عليك، شكله بيحب جديد. حبيته ولا طلطش؟ انت ده انت تلاقيك كنت مقطع السمكه ودلها وانت صغير. يجازش طانك يا توحه. سمكه ايه ودلها ايه بس؟ دول بنات اللي غاويين كاسيت، ومنى الصغيره هي اخر واحده كانت حاطه الشريط بتاع لطيفه. انا عن نفسي ما بشغلش غير إذاعة القرآن الكريم أو الست أم كلثوم. يو صحي يا أم عظيمة، هو أنت عندك عيال؟ عندك قد إيه؟ عندي نهى وهبة ومنى. ما شاء الله، تلاتة زيني؟ الله، تصدقي ما خدتش بالي يا بنتي، عشان كده والله والله حاسس إني قاعد مع بناتي بجد. تسلم يا أم عظيمة، إنما ما فيش واحدة فيهم متجوزة؟ لا لسه كلهم بيدرسوا. والنبي عين العقل، كويس يا اخويا انك سايبهم يدرسوا، دي الشهاده دي سلاح في ايد الواحده بدل المرمطه والبهدله اللي احنا فيها. بلد بتاعت شهادات زي ما بيقولوا. ما عاش ولا كان اللي يمرمطكم يا بنتي طول ما انا عايش على وش الدنيا. الله يخليك يا راجل يا طيب. الا صحيح، انتوا رايحين فين بالظبط في المهندسين؟ احنا رايحين عند سور نادي الزمالك، اصل في واحد معرفه كده هناك، واحنا يعني رايحين نعمل معاه الواجب الصعيدي كده. طب يلا توكلنا على الله. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ده؟ لا 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 لا، اللبس ده مش عاجبني خالص، بلدي قوي. بصي ليه بتغلب ليه؟ حلو قوي ابو ترتر ده، ترقصي بيها دي؟ ايوه ارقص بيها. ايوه يا خوخه. لا الرقصه هو يا عيال. بصي ده. هات
هاتي يا وزه هاتي. ده لبس رقاصين ولا ايه؟ رقاصين ايه ده؟ نطلع بيه طلعه واحده بس الاول عند الشيخ عبد الله، وبعدين واحده فيكم تبقى تاخده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بنعمل ايه ده العادي؟ زي ما انت شايف بنشتري. بتشتري ايه يا شاطره؟ انت عارفه اقل حاجه من اللي انت ماسكاها دي وبترمي فيها دي بكام؟ شاطره بكام يا اخويا؟ يا لهوي يا بنت، دخلي فلوسك لا تتنظر يا ناهد. او النبي ده انا شايله فيها مع الهوانم. تعالي يا بنت يا ناهد، اتفضلوا معايا. فيها ايه؟ قولي لي ده مستورد ولا محلاوي؟ يا اختي يا جمالك، مستورد. ايه البنت الحلوه دي؟ يعني جديد ولا مستعمل؟ مستورد يا فندم. مستعمل؟ ايه ده يا اختي؟ بيبيعوا مستعمل. انما ده ايه ده؟ بادي ولا ده فستان؟ لا دي فانيلا داخليه. بس لونه ايه؟ ايوه بس الحاجات دي يا اختي مش متكيسه، انا عايزه الحاجات المتكيسه. بقول لك ايه؟ هاتي ده، هاتي ده شبه البيبي دول، هاتي ده. هاتي. هاتي لها يا بنت، مش سامعاها بتقول لك هاتي. يلا. كل اللي انتوا عايزينه. هاتي يا اختي اللي متكيس اللي في المخزن مش اللي متقاس. بقول لك ايه يا بنتي وزه؟ ايوه. مش يا اختي الفستان ده شبه فساتين نظرة السلحدار؟ ايوه يا بنت تصدقي. حلو ها؟ صفيه العمري صح؟ ايوه اخد ده. ارميه بقى. ارميه. هاتيه بنت الحلوه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده وليه بتعملوه؟ نظف المحل. ده تروح تطلعي تلعبي كوره. يعني هو مال ناس يعني مال حرام؟ يا ستي شوفي انت عايزه ايه يا ناهد. يا ناهد. وانت يا ناهد. اتفضلوا معايا من هنا. انا يا اختي مش عاجبني المحل كله. ريحته وحشه. ريحته وحشه. يلا يلا من هنا يا بنات. يلا. وملبوسه مستعمل. انا بفهم كويس، انا شغاله في الدلاله من زمان. مين بس والنبى سوق بعد مننا هنا؟ يا هبه، محمود يا اجنبي، محمود يا اجنبي. هو انت كنت بتنادي يا ام عظيمه؟ انت كنت بتعمل ايه مع البنت يا محمود يا اجنبي؟ ولا حاجة يا عم عظيمة، يعني أكون هو كان في كتاف فوقع على الأرض، فأنا اديته لها لو محتاجة أي خدمة كنت أعملها. محمود أنت زي ابني، بس في حاجة مهمة عاوزك تعرفها. زعلي وحش قوي قوي قوي، واللي يجي عليا أو على حد من بناتي ما بيسلمش. إيه اللي أنت بتقوله ده يا عم عظيمة؟ ده أنت الكبير بتاعي وكبير المنطقة كلها. انا اموت كده قبل ما حد يستجري يمسك بحاجه. والله ما تفهمني غلط يا عم عظيم، ربنا يعلم انا بعزك زي ابويا يمكن اكتر كمان. اللي يعزني يا محمود يصوني. في عيني يا عم عظيم. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا عسل؟ انا قلت برضو انك هتحن يا جميل. يا شيخ اتنايا، هو انت دماغك بس في الحاجات دي يا سيد؟ امسك. ايه ده؟ لب؟ لا دهب. ايه ده دهب؟ انت ايه ده؟ انت نويتي تشبكيني ولا ايه وزه؟ خلاص بقولك ايه اصلا، ايه هتعرف تبيعهم ولا لا؟ طب ما تبيعهمش انت ليه؟ حاولت يا اخويا ما عرفتش، كلهم عايزين فواتير. اه وانت ما معكيش فاتوره؟ لا ما معيش. يبقوا مبلولين يا حلوه. يعني ايه مبلولين؟ يعني مسروقين. لو النعمه دول بتوع صاحبتي، بس هي مش لاقيه فواتيرهم. صاحبتك بتلبس دهب عيار 24؟ ده انت كبيرك تعرفي واحده واخده 24 عيار في دماغها. بقول لك ايه، اخلص. هتعرف تبيعهم ولا اشوف حد غيرك؟ اه طب ودول بقى عايزه فيهم كام؟ على ساعه. طب وانا نسبتي فيهم كام؟ كل يا اخويا ما تعلى بالسعر كل ما نسبتك تزيد انت وشطارتك. ايوه بس خلي بالك انا هبيعهم على انهم مبلولين، يعني هيتباعوا بالرخيص. لا يا حبيبي نشفوا خلاص وبيعهم بقى على سعر. ماشي سيبيهم معايا كده كام يوم يا وزه، وانا ان شاء الله اشوف الخبز ان شاء الله. اسيب ايه؟ تعالى هنا وريني. ها دلوقتي هبيعهم ورجلي على رجلي. يلا قلعين دهبي مع حرامي. ايه يلا وريني. امشي يا وزه، انت بتعيريني بوظيفتي. يعني ده اخر كلام عندك؟ اخر ومات الكلام. انت كمان موتت الكلام يا راجل. اتكسف على دمك، ده دهب عيار 24. تزعليش يا ست الكل، انا عارف ان الدهب غالي قوي على صاحبته، بس ولا يهمك، الدهب بيروح ويجي. سيبك منها يا ويليام وركز معايا انا. ها ركز يا سيد. مش كفايه انك هتبيعها دهبها عشان تفك زنقتك؟
اخلص يا ويليام وما تستعبطش. سايب انا ما بشيش ده من غير فاتوره. طب هزهم شويه. صدقني ده اخري. طب صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الذهب بيتعوض، أما في ناس أغلى من الذهب ما تتعوضش. وبعدين معاك بقى. لا بقولك إيه، إذا كنت فاكر نفسك هتخوفنا بشعرك ده تبقى غلطان. اخلص يا ويليام وبلاش لا توعد. وقت ما تعوزي تبيعي أو تشتري ذهب أنا تحت أمرك. أنت بيتي زبونتي ومن غير فاتورة الأمر. تسلم يا عم ويلي. سيد حافظ عليها، معاك ست زي العسل تسوي تقولها ذهب. والنبي انت اللي عسل يا عم وائل. طب يلا يا عسل يلا، وانت خليك في حالك، خليك في حالك مالكش دعوه. سلام يا عسل. باي باي يا عم وائل. باي باي يا حب. عادي عليك، مستنيك يا قمر. بابا هو في حاجه مزعلك؟ لا ابدا يا بنتي، بس انا من يوم موت امكم الله يرحمها وانا قررت اكون امكم وابوكم في نفس الوقت، وقلت اربيكم تربيه كويسه، وزي ما حديث الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول، عليه الصلاه والسلام، اذا ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بثلاث بنات ويربيهم تربيه كويسه بيكونوا سبب في دخول الجنة. ولا انتوا مش عاوزين ابوكم يخش الجنة؟ بابا انا بقيت كويسة، ما شيلش هم. الدواء الأخير ده بدأت ارتاح عليه. الحمد لله يا بنتي. يخرب بيت بيتي اللي زعلك يا بابا. هو في حد مننا مزعلك يا بابا؟ يا بنتي أنا عمري ما أزعل منكم أبداً. أنا بس بزعل عليكم. إيه يا هبة؟ مش هتاكلي ولا إيه؟ عمالة تشربي مية، هتقربها مية كتير وتملي بطنك من غير ما تاكلي. لا يا بابا انا بس عطشانة بس شوية وشوية وهاكل على طول هاكل. هي هبة دايما كده، أول ما حضرتك تقوم هتخلص على السفرة دي كلها. هي على طول كده خلاص أكلنا كله. إيه يا بنات ما تخليكم معنا بخير. إيه في إيه؟ يلا يلا يا هبة يلا 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 كله يلا اتعشوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم بالهنا والشفا. كلي يا هبه كلي. حاضر. كفايه ميه كلي. خدي يا بت فلوس الذهب بتاعك. شاطره يا بت يا وزه، كام دول؟ لا كتير، ما تعديش عشان بركتهم. ماشي. ويا اختي لو عايزه تبيعي حاجه من الحاجات اللي هلت عليكي جديده دي ابقي قولي لي. خمسه في وشك وفي عيني. ظبطي يا بت حته دينجا وهرجي بياخد كل حاجه من غير فواتير. يا بسم الله ما شاء الله. اتعلمتي اختي السجاري؟ ما انا قاعده اتفرج زي خيبتها كده عليكم وانتوا بتشتروا. ما انت يا اختي اللي مش عايزه تتدردح. يا بنت ده انت حلوه زي القمر. سوق الحلاوه جبر. جبر ايه بس يا هبله؟ انت بس اللي مش عارفه تنزلي السوق. ايه السوق ابيع نفسي ولا ايه؟ لا يا هبله، يا ساتر يا رب على الغباوه، تبيعي الحلاوه. ايوه فهمتي؟ يلا على سيرة الحلاوة، أنا عايزة أروح للكوافير. وإيه علاقة بقى الكوافير بالحلاوة؟ طب دي بقى يتقال لها إيه؟ إيه علاقة الكوافير بالحلاوة؟ دي علاقة لا مؤاخذة ماشيين مع بعض بطال. بطال تتمقلسي عليا أنت وهي. هاتي يا بنت نفس. يا بنت هاتي ما تسفيش السيجارة كلها لوحدك. يا فراشي. يا بنتي دخانها كله طار على الهوا. معلمناها الشحاتة. حلاوة السيجارة دي يا بت يا وزة، بقولك ايه، معاكيش منها محشي؟ محشي كرومب ولا ايه؟ لا مش قادرة اكمل كده. يا يما يلا قوموا بينا يلا يلا يلا. عيان يا اختي، ضهري 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 ضهري. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الفلوس حلوة قوي يا ولاد، بس لو تقولي لي ايه الهبو اللي في وشك ده؟ والنبي يا اختي ما انا عارفة الشكمان اللي فتحوه في وشي ده. بس يا منيلة منك ليها، لا يقولوا علينا عمرنا ما جينا اماكن زي دي. لا يا اختي انا عملت كل الحاجات دي كلها يوم فرحي، بس الشكمان ده اول مره بصراحه. ابتديت ادمنه. ايه رايك يا رشا، مبسوطه؟ اه مبسوطه قوي يا توحه. حضر يا ام سويت. نعم يا اختي. ايه
ايه يا اختي البتاع اللي انت قلتيه ده؟ يعني بتقول لك حد هيعمل حلاوه؟ ايه يا هو يعني ايه سويت يا توحة؟ ولا حاجه. لا يا اختي محدش هيعمل حاجه. امشي امشي. حد يجيب يا توحة البنت الصغيره معانا؟ كلام كبار، كلام كبار عليها. امشي يا اختي. لا لا مش هنعمل، مش يعني هنعمل. مفيش حد فيكم هيعمل؟ قال ده ما قالت لك محدش هيعمل ده الا مضى. دي البنت اللي مضيعه. هاي يا جو، ازيك؟ ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟ تمام. انت ازيك؟ مين البنات دول؟ اول مره شرفوني. طب بقول لك ايه؟ فدام سلوك بتسلمها وبتقول لك احنا اخدنا بيت حلو قوي ومحتاجين شويه بنات كتير كده عشان البيت يشتغل حلو. وبعدين انت جو كده اليومين دول نايم في الخط، وده ما ينفعش. انت عارفه الموضوع مش بالسهل. وبعدين انا لازم امتحن الشغل قبل ما احلق وكمان اعرف الوظفه. يا اخويا ما هو اكتر من هم على القلب. الحريم المتضرعة اللي هربانة من أهلها، واللي بيحب الفلوس. هو في ست في الدنيا ما بتحبش الفلوس؟ عمزي. يلا منورنا يا هواني. يا أهلا بنورة. أول مرة تشرفونا هنا مش كده؟ أول مرة ده إيه؟ إحنا طول عمرنا من وإحنا صغيرين كده في الرابعة يا أخويا وإحنا بنرضع كنا بنروح لأحسن كوافرات فيك يا بلد. بس بصراحة يعني عجبتنا اليافطة من بره فقلنا نيجي نجرب. لا واضح واضح. طب والاموره الصغيره دي بقى اخت مين فيكم؟ هي اخت انا يا اخويا. اه واسمها ايه بقى؟ رشا. رشا. طيب قصه شعر رشا هديه مني عشان انتوا اول مره تشرفوا. ربنا يكرمك يا اخويا. كتر خيرك. منورين. والنبي ما عندكش حمام كريم؟ عندي كل حاجه. انت طب حط لي كده شويه الله يخليك. آه. عشان شعري بقى تعبان قوي بقى مهصف. عايزين بقى اي حاجه بس قولوا عايزين جو. هتلاقي زيت زيتون احسن. الكريم ايه؟ زيت ايه؟ زيت زيتون. بس يا مفضوحه. بسكويتي دخان قوي ويجي منهم موت. حلو قوي. اشتغل. هيحصل. يلا. شفتي؟ هيقص لها شعرها ببلاش. حنين له. النبي مش حنين بس. ده قميصه اللي هو لابسه البتنجاني ده ياخد العين ويشرح القلب. اهبطي يا بنت بقى. اهبطي واتقلي شويه. الراجل ده حلو قوي يا توحة. عاجبكم كده حتى العيله الصغيره؟ ما انا قلت لك بنتكلم كلام كبار. ما كانش ينفع تجيب البنت هنا. بتاع كبار. احنا بنتكلم كلام بس كبار. بس يا رشا بقى اسكتي يا رشا. خدي يا اختي. يا اخويا انا اتخنقت من البتاع ده. ما عندكيش يا اختي مونيكير احمر؟ اقفله اقفله يا اخويا. ده بيعمل ايه؟ بينظف الوش. ينظف ايه؟ انا وشي زي الفل. شايفني وشي مهبب؟ تعالي يا كوكا لبسيني الكوكا. حاضر. تحت امرك. يجنن. هو ايه؟ قمر. حضرتك قمر. محدش يتصور ابدا ان عندك عيال في السن ده. ميرسي يا خوخه، انت اللي جميله. ما تيلا يا مامي بقى اتاخرنا. انا جاهزه وبابا كمان جهز. طب وكريم؟ كريم بيقول ان عنده مذاكره هيقعد يذاكر مع صاحبه. طب دقيقتين وهكون جاي. مريم زي القمر عروسه ما شاء الله. البنات بتكبر بسرعه يا خوخ. يلا يا بقى يا حبيبتي اتاخرنا بقى. ها اوكي انا جايه اهو. يلا 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 يلا. هوصيك يا خوخه، خلي بالك على كريم واصحابه، شوف عايزين ياكلوا حاجه يشربوها. تحت امرك. ده زي اخويا الصغير. ماشي يا حبيبتي. ونغني ونعيش بأحلى جنة.
نغني ونعيش بأحلى جنة. مراسيل مراسيل تقول لسه والحلو عيو مش حاسة والنار في القلب ما تتو. أحبك نسلك قطك يا عرام بيه. بس بسرعة هاخد دش وهاجي. هوا يا لهوي الراجل المفجوع ده هياكل كل ده. ها عجبتك الحاجة؟ خضتني على الروم بيه. انت كنت بتعملي ايه؟ ما انا كنت بروق لحضرتك الأوضة ما انا قلتلك. وزة اخر مرة اشوفك ماسكة اي حاجة او بتنقل اي حاجة من مكانها واخر مرة تخشي الأوضة دي اصلا برا. ايه يا كريم حفظت ولا زي كل مره؟ مش عارف اركز خالص. لا بقول لك ايه صحصح كده عشان احنا بكره عندنا امتحان صعب جدا. ماشي ماشي. سي كريم عملت لك الشندوتشات دي تتجود بيها عشان انت بتتعب في المذاكره طول الليل. تسلم ايدك يا اخوخ. عايز حاجه تاني مني؟ ها؟ انا بقول اقعد جنبك هنا يمكن تحتاج حاجه. عندكش أغنية حلوة كده نرقص عليها؟ ايه ده؟ انت عايز ترقصي؟ عايز ارقص. سي كريم عملتلك الشندوتشات دي تتجود بيها عشان انت بتتعب في المذاكرة طول الليل. تسلم ايدك يا خوخ. عايز حاجة تاني مني؟ ها؟ انا بقول اقعد جنبك هنا يمكن تحتاج حاجة. عندكش أغنية حلوة كده نرقص عليها؟ ايه ده؟ انت عايز ترقصي؟ عايز ارقص. ولا ما بتحبش؟ شكلك ما بتحبش. خلاص ارقص برا. لا برا ايه، بحب طبعا. شغلك أغنية دلوقتي هترقصي عليها كتير. لا بس انا الكسر كسر ارقص قدام صاحبك. طلعه برا وانا ارقص لك. تأمريني يا كبيرة. انت ناسي يا كريم ان احنا عندنا امتحان بكره ولا ايه؟ لا امتحان ايه، انت روح كمل مذاكره في البيت وانا ايه هكمل هنا. يلا خد الكتاب وخد السندوتش. يلا يلا بقى. سك الباب بالترباس لحد يجي. حالا حالا. قفلت الباب. فين فين الاغنيه؟ حالا حالا. الاغنيه الاغنيه. هشغل لك بقى أغنية هتعجبك قوي. إيه رأيك بقى في الأغنية؟ حلوة قوي بس مش أحلى مني. يا نهار أبيض. مان مالك بتنهش كده؟ لا 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 كويس مفيش. أقعد أرتاح وأنا هرقص. يا بنت اللعيبة ده انت طلعتي بتعرفي تطبخي حلو قوي. ألف هنا وشيفة على قلبك يا ست الكل. أنا بعون الله كده مفيش حاجة في الدنيا دي معرفش أعملها أبدا. بس يعني لا مؤاخذة ما تبقيش تنسيني في زودة يعني. تستاهلي يا بنت. الله يخليك. وانتي ماشية خدي معاكي بقية الوراك لأن أنا ودودي ما بنحبش غير الصدور. إلهي ربنا يكرمك يا رب. إلا قولي لي صحيح هو انت منين؟ أنا من منطقة اسمها ميت عقبة تعرفيها؟ طبعاً إيه اللي أعرفها؟ وعندك ولاد بقى على كده؟ لا والله لسه ربنا ما قردش. ربنا يديك إن شاء الله. وجوزك بقى بيشتغل إيه؟ أنا جوزي مبيض محارة بس هو عين أمه دلوقتي يعني إيده مكسورة فقعد في البيت خلي شغل. إن شاء الله ربنا يشفي. يا رب. روحي بقى عملي لي كده كوباية شاي حلوة وخدي الأكل وإنتي ماشية. عيني يا ست الكل ده أنا هعمل لي كوباية شاي إيه سلطنة؟ تقومونيش بحاجة يا باشا؟ أنا عايز أشرب سجاير. وماله أعملها جنبها قهوة؟ ماشي بس معاها سجاير. حاضر عيني عيني انت تقف. مش عارف اقول لك ايه والله. تسلم ايدك الاكل كان جميل يا حبيبتي. الله يسلمك يا رب. خير يا شيخ عبد الله؟ ابو الكوامل كلمني وقال لي ان اجي لك واديني جيت لك يا سيدي.
مالك حبيبي؟ والله يا دكتور ما ادري ايش اقول لك، قلبي عمال يدق بسرعه مش قادر اخد نفس واحد. ايه ده يا شيخ عبد الله، انت عملت مجهود مفاجئ ولا ايه؟ مجهود؟ مجهود مفاجئ؟ مجهود فوق المفاجئ. فوق المفاجئ، خد نفس يا شيخ عبد الله. نفس تاني طويل. فوق، يعني ايه فوق المفاجئ يا شيخ عبد الله؟ يعني مجهود كبير كبير كبير. فعلا النبض سريع وفي ضيق في النفس. انت عملت ايه يخلي النبض سريع كده؟ شويه سويدي انا شويه فرنساوي تمارين رياضيه بس هلكت هلكت. سويدي وفرنساوي؟ لا 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 لا، ده احنا لازم نعمل رسم قلب حالا حالا. لو سمحت فين التليفون اكلم الاسعاف، لان لازم يعمل رسم قلب بالمجهود كمان. ماشي يا دكتور، اتفضل التليفون من هنا. سويدي وفرنساوي؟ اتفضل يا دكتور من هنا من هنا. يا خوخة يا خوخة. ايوه يا سكري. بقول لك ايه، ما تيجي نكمل رقص بقى، انت رقصتي حبه صغيرين بس. لا اصل بصراحه انا بستحي منك. مني انا؟ ايوه، اصل انا قلت ان انا مش هرقص قدام حد غير قدام جوزي. طب مره واحده عشان خاطر. لا بستحي. مرة واحدة بس وخلاص؟ لا ما اقدرش. يوه بقى. طب اقول لك حاجة؟ جات لي فكرة. احنا ممكن نتجوز وبعد كده اقدر ارقص لك ومش هستحي منك. هنتجوز انا وانتي؟ طب ازاي؟ سهلة. قول لي زوجتك نفسي وانا اقول لك كده وخلاص. خلاص كده؟ بس؟ خلاص. طب انا موافق، يلا بينا. مين اللي هيقول بقى الأول؟ لا، هو في حد بيتجوز من غير شبكة وذهب؟ انا معيش فلوس عشان اجيب شبكه. لا مش لازم فلوس عشان تجيب ده. مش لازم ازاي يعني؟ امال هجيب شبكه ازاي؟ انا اقول لك. باباكي فك السلك ولا لسه؟ يا طنط فكه امبارح وبقى احسن الحمد لله. طيب الحمد لله يا حبيبتي. ممكن بقى تاخدي لنا منه ميعاد عشان اجهزه له انا وهاني؟ ميعاد ايه يا طنط بتاع ايه؟ هو انتوا محتاجين ميعاد؟ انتوا تنوروا في اي وقت. ميرسي يا قلبي، ربنا يخليك يا رب. لا برضه لازم تساليه لا يكون مشغول ولا حاجه. بصراحه يا طنط هو لسه سالني على هاني امبارح، كان عايز يعني يتكلم معاه في العفش والشقه ولازم منه. ما انا قلت لكم تعالوا اسكنوا معايا، انتوا اللي ما رضيتوش وعملتوا فيها ولاد برمديله وقلت لا. والله يا طنط الموضوع مش كده خالص، هو هاني يعني مش عايزنا نكبس على نفس حضرتك. تكبسوا على نفسي ده ايه؟ ده انتوا هتنوروني وتسلوني. ولا انتوا خايفين بقى ان انا اكبس على نفسكم؟ يا طنط والله انا ما عنديش اي مشكله، المشكله بقى عند ابنك، هو اللي عمال يقول لي خلي ماما براحتها وبلاش نرخم عليها. براحتي ده ايه؟ انا عارفاه الواد ده براوي زي ابوه وعايز يهرب مني، ده بيتلكك. يا طنط والله حرام، ده هاني بيموت فيكي. طيب ممكن بقى بعد اذنك تستاذنيه وتحايليه ان يجي يسكن معايا؟ وصدقيني ده جميل مش هنساه العمر كله. انت شايفه شقه كبيره وواسعه عليا، بصي انا قاعده لوحدي فيها. يا طنط جميل ايه؟ ده انت كده اللي هتعملي فينا جميل، كفايه انك هتوفري لنا حق الشقه والعفش، ده هاني المفروض اصلا يقعد يدعي لك ليل ونهار، في حد يلاقي ام قمر كده؟ لا لا لا، ده طمع فيا ده ولا ايه؟ ماشي. بس هقول لك على حاجه عشان خاطري والنبي حيلي، انا عارفه ان انت تقدري عليه. بصي يا طنط هو انا هحاول، بس انت عارفه ابنك يعني دماغه ناشفه وعندي. برضه زني عليه لغايه ما يوافق، ماشي؟ حاضر، بس بشرط نقوم نعمل الاكل عشان انا جعانه بقى. يلا يلا. على مهلك يا شيخ عبد الله. على مهلك. على مهلك. واحده واحده، مش كان المفروض تخرج من المستشفى على طول كده يا شيخ عبد الله؟ الحمد لله يا عظيمه، انا صرت احسن ولازم اسافر لاني في شغل لازم اكون اني موجود بيه بنفسي. تروح وتيجي بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. توحة رح اشتاق لك يا توحة، خلي بالك على حالك، الحين ما ارجع لك تاني. انت اللي تاخد بالك من نفسك وتاكل كويس وتتغذى كويس وتاخد بالك من صحتك عشان ما تقعش مني تاني. رح اشتاق لشقاوتك يا توحة. وانت هتوحشني يا بيدو. بيدو؟ صدق.
صدق اول مره حد يقول لي يا بيدو. ومش اخر مره يا حياتي يا حبيبي يا روح قلبي يا نن عيني. بس انت خلص يا اخويا اشغلك بسرعه وارجع لي بقى. عيوني عيوني يا توحه. حتى تاني يا شيخ عبد الله. لا لا زين زين. راح نتوكل على الله. توحه هتوحشني يا شيخ. باي يا توحه. باي يا شيخ. الحب وحش. يا تكنيلة راجل ناقص شايب وعايب. ها واللي شفتيهم يعني متأكدة منهم؟ آه حتى البت عفاف بتاعت الكوافير قالت لي كده برضو ان هما اول مره يقولها لما كنت بعمل شعري المره اللي فاتت. حلوين يا بت ولا اي كلام؟ بص يا ستي البت الاولانيه اسمها توحه ودي يجي منها. البت التانيه اسمها خوخه ودي تقدري تشكليها زي ما انت عايزه. البت التالته بقى وزه دي معرفش ميتها ايه لحد دلوقتي مع ان دي الوحيده اللي شفتها بتشرب سجاير. خلاص يا بت ابي كلمي عفاف وقولي لها اول ما يقولها تعمل لك تليفون وتروحي لهم بقى وتفتحي كلام كده وشوفي ميتهم ايه. حصل طبعا ودي تفوتني بس امان عليكي بقى المره دي ما تاكليش عليا الحلاوه. جراها يا بت وانا امتى باكل عليك حلاوتك يا بت؟ انت مش لسه لدى على الاسبوع اللي فات حلاوتك في البيت اللي اسمها زفته دي نجات؟ دي بنت بسكوته خالص يا ابله. دي ما بلاهاش هنا يومين وتقولي لا لا انا مش حامل شغلي هنا انا مش قادره عايزه امشي. طب وانا مالي؟ عموما اللي عندك ما بيروحش والمره دي غير اي مره وبكره تقولي احلام قالت لي. يا حبيبتي يا حبيبتي يا ما جاب الغراب لامه. بس بقولك يا بت اوعى يكونوا زي البت اللي جبتها لي من السواح دي اللي كانت مقنله. والنبي بكره تقولي احلام قالت لي. يا بت بطلي لغي يا بت. يا بت هتضربي يا بت زي الفيل. حاضر يا ابله. اوه ايه اللي اخرك كده؟ كنت مستنيه ابوك امك يناموا. طيب تمام. بصي بقى انا جايب لك المره دي حته اغنيه ترقص الحجر كده بس ايه هشغلها بالراحه وانت هترقصي براحتك. هو في رقص من غير نجوت؟ لا ما تقلقيش ده تجيب عمران ومية مية. ارمي بياضك. ماشي اهدي جنيه. ده ما يجيش تمر عشتين شمال وهزه يمين. هتفضل تنجطني جنيه بجنيه؟ ده معناه لما يوصلوا 10 جنيه هيكون وسط اتحل. كام دور؟ واحد اتنين تلاتة. خلاص نرقص لك على جدهم. معلش هعوضك المرة الجاية. شغل ماشي. وقف. ايه ده وقف ليه؟ اهو ايه اللي حصل؟ على جد فلوسك. طيب بصي انا هديكي فلوس درس الساينس بس هقول لماما بقى ان هو وقعت ضاعت اي حاجه المهم تتوصي بيا. ماشي يلا بقى شيخ. هغير واجيلك يا سامية.
مش مصيبه يا سياده المدير. انا متاسف. حلو قوي اللب اللي انت جايباه ده. جايباه منين؟ من مقله في جامعه الدول. اتريني بقول اللب كده مليانه ومتحمصه حلو. هي رشا اتاخرت ليه؟ هي لسه في الدرس. ابوها راح يجيبها بزمانهم جايين. طب اسمعي الكيس ده في ارواح وحمص ليك انت والعيال، والكيس ده بقى الراشة ما تحطوش ايديكوا عليه، جايب لها الحاجات اللي هي بتحبها. والله ما انا عارفه اقول لك ايه، انت كده بتحرجيني وبتخليني اندم على اللي عملته معاكي. ما تقوليش كده يا سامي، نبي لو تعرفي معزه رشا عندي قد ايه. تعيشي. بقول لك ايه، فيلم ايه ده؟ ده شارع الحب. اكثر ده اللي فيه صباح لابسه فستان واسع كبير قد كده بتاع عبد الحليم. والنبي يا ساميه، كان نفسي البس فستان زي ده في فرحي. ربنا يرزقك بابن الحلال وتجيبيه وتلبسيه في فرحك. عارفه يا ساميه، بيعجبني فيك الاستعباط والاستهبال. جواز ايه يا اختي؟ ما انت عارفه الفوله واللي فيها. يلا جيبوا بقى الرشا يوم فرحها. اله ربنا يخليكي ولا يحرمها من حنانك عليها ابدا. قادر يا كريم يا رب. تسلمي يا سامي. خد يا اختي اجي معايا شويه. كل يا اختي انت ولغي. كل خد. هناخد منها ايه؟ مال ايتام. كل. فهمتي يا اخوك هتعملي ايه؟ خلي بالك على البيت لغايه ما ارجع. والنبي 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 يا مدام، اروح معاكي السوبر ماركت اللي بتقولوا عليه ده. نفسي اشوفه، نفسي اشوفه من زمان. والنبي يا مدام، وبعدين اقول لك حاجه، عشان بعد كده تروحي انت تستريحي وانا اجيب لك الحاجه. امال انا لازمتي ايه هنا؟ ماشي يا خوخه، بس عشان سوبر ماركو دي. خش يلا غيري هدومك وانا مستنياك. ايه اللي هيرزقك يا مدام؟ ايه اللي هيخلي لك عيالك؟ يا شيخه روحي، يا شيخه روحي اوعدك بزياره النبي. انت بتشحتي ولا ايه يا خوخه؟ انا نازله دلوقتي انا والست دوريه، اوعى تنسي تعمل اللي اتفقنا عليه. وانت هتنفذي اللي اتفقنا عليه امبارح، ماشي؟ ما تنسيش حاجه ابدا. ماشي، من عينيا. تسلم عينيك يا كبير. بس بقول لك ايه، انت اتحرص، اوعى حد يشوفك. ايه ده، هو الموضوع خطر قوي كده؟ يعني ماما ممكن تعرف؟ لا لا انا ما اقصدش، بس عشان يعني لو حد شافك وقفشنا هيفرجوا بينا. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، لما تدخل كده الدولاب ما تاخدش حاجات كتير عشان ما يلاحظوش. انت تاخد كده احلى حاجه اللي تليك بيا كده وبشبكتي. ها تمرني يا كبير، ده انت مش عارفه انت عامله فيها ايه. ده انا حاسس ان انا ماجنجر. مين ماجنجر ده؟ ده واحد صاحبي اجنبي كده بس عنده عضلات عني شويه. لا انا يا اخويا ولا بحب الاجانب ولا بحب العضلات، انا بحبك انت كده حبيبتي يا خوخه. يخرب بيتك، هيشوفونا. قلنا بالليل. بالليل سعيدة. الله مساك. سعيدة، انت اللي سعيدة، ده انا اللي سعيدة. ازيك يا بنت هتوحه؟ عاش من شافك، ما حدش شافك من زمان. معلش بقى يا معلم ابو الكوامل، انت عارف اصلي مشغولة مع الشيخ عبد الله. يا بخت الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله مبسوط منك قوي بصراحة بقى، وانا كمان مبسوط منك. ما هو اللي يبسط زبايني يبسطني. الشيخ عبد الله ده قال عليك كلمة والله العظيم ما قالها لي على واحدة قبل كده، قال لي دي حنينة بشاك. أنت عارف الشغل يحب الحنية. إيدك على بقية الحساب. يا ساتر يا رب، بقيتي تخوفي يا بنت هتوحة. خلاص بقيتي متودكة جامد. تربيت إيدك. ماشي. يلا. يلا ايه خلاص يا بنت، انت فوقي كده وركزي معايا. هي دي هتبقى اخر شغلانه بينا، بس يمشوا الناس دول وهجيب لك ناس تانيه وتالته ورابعه وعشره وكلهم كرمه وايديهم فرطه زي كده. اتفضلي الشيشه وتعديهم وانا بنعرف نعد الفلوس الوقت يا عم. حاجي حاج. ايوه كده الصعيدي بتاع زمان، كان وحشني الصعيدي ده.
يا ابن بلدنا حلو انت حلو او كده الصعيدي يكسب. لا يا اخويا خلاص ما عادش صعيدي تاني، مش ده كلامك ولا ايه؟ على فكره بمناسبه ان مفيش صعيدي تاني، عايزك تعدي عليا كده بعد يومين عشان الناس اللي انا هجيبهم لك يكونوا وصلوا. ماشي موافقه، بس الطقطه ايه؟ يا سلام. ليه بقى؟ عشان بقيت خبرة. حلاوتك يا خبرة، ده انت بقيت خبرتك اكتر من خبرتي دلوقتي، انت كمان قصدي خبرتك مسكرة بالضمان. ماشي يا عم ابو الكوامل، سعيدة يا اخوي. سعيدة يا حياتي، الصلاة على النبي، والنبي الجيب هتاكل منك حتة. اكتر جبت الحاجة؟ ايه رأيك بقى، دول ينفعوا شبكة ولا لأ؟ انت قلبي وجوزي وحبيبي. طب ما تيجي نتجوز بجد بقى. قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس. انا قلتلك يا حبيبي ما ينفعش، مش انا قلتلك عشان نعمل كده لازم نعمل وسيلة لمنع الحمل؟ ينفع يعني اروح للدكتور لوحدي من غير جوزي؟ طب ما انا اجي معاكي. يا حبيبي ما شاء الله انت شكلك اصغر مني بكتير، ممكن الدكتورة تشك في حاجة وتيجي تقول لأهلك، ساعتها يفرقونا عن بعض. إذا كنت أنت تقدر تستغنى عني أنا ما أقدرش. لا يا أخوخ أنا ما أقدرش أستغنى عني خالص. طب إيه الحل بقى؟ سيب لي نفسك، سيب لي نفسك وأنا خليك أجدع عريس. ماشي أنا سايب نفسي أوي خالص. مش تلبسني الشبكة الأول. عينيا يا أخوخ عينيا. عمر عالزراعية أنا رحت أقابل حبيبي، عالزراعية أنا شفت بخت ونصيبي، عالزراعية أنا رحت أقابل حبيبي، عالزراعية أنا شفت بخت ونصيبي. يا ناس عليك أو حديد الليلة، ما ترد يا ناس عليك أو حديد الليلة، محدش شاف حبيبي، محدش شاف حبيبي، مالك يا حبيبي؟ النهارده كنت بلعب كرة مع العيال، والواد الجحش اللي اسمه هاني ده خبطني في الكرة في دماغي. انا ساعتها حاسس بصداع وهدوخه كده. بص تشرب كوبايه اللبن دي وكل الشندوتشات وانا هديلك بالليل اخليك زي الحصان. طب ما فيش حاجه تصويره دلوقتي؟ خوخة يو ما خلاص بقى يا عم المقموص عشان خاطري. طب اجيب لك حمص شامل اللي بتحبيه؟ هو انت ما شفتش نفسك المره اللي فاتت كنت عامل ازاي؟ انا اول مره اشوفك بالعصبيه دي يا هاني، بجد انا خفت منك. شكرا. انت عارفه كويس قوي
ان موضوع نعيش مع ماما ده مرفوض بالنسبه لي تماما، وانت كنت مصممه المره اللي فاتت تتكلمي فيه. هو انا غلطانه يعني اني عايزه اوفر لك ونتجوز بسرعه؟ ريم، مش معنى ان انا بصالحك دلوقتي يبقى خلاص نعيده تاني. يوه، يعني ما انا بتكلم بالراحه معاك اهو. طب خلاص، حقك عليا. حقك عليا انت كمان. شوف بتقولها ازاي برضو. يعني عايزاني اقولها ازاي؟ طب اقوم اتحزم وارقص يعني. يا اخي بطل بواخه بقى. خلاص، بس توعديني ان دي اخر مره هتكلميني في الموضوع ده. خلاص، وعد. قولي بقى، هتغديني فين النهارده؟ وهتغديني ايه؟ النهار ابيض، ده دي مفاجأة لوحدها بقى. بجد؟ لا وربنا. طب قول قول. ايه رأيك في شوية كرشة؟ آه. على شوية بقى إيه؟ فشة. تمام؟ على شوية مخص كده محمرين في ليا. تستني ده المفاجأة جاية لسه، عارفة منين؟ فين؟ فين؟ سد زونتاريا، حبيب قلبك، فاكرة أول مرة خلاص. والله أنت بايخ، صدق بقى. خلاص بصلحك بقى وأعمل إيه تاني؟ مش عايز أتكلم معاك أصلاً. الله. بحبك كمان. أنا بموت فيك. ربنا يخليك ليا ويخليكي ليا. طب انسي. الله، ماشي، شكرا شكرا يا ست. لسه زعلانة شكلك كده. لا خلاص. انت لسه تعبان؟ قوي. طب اقول لك ايه، ما تجرب علاج الصداع بتاعي. يا اخوخه بجد انا تعبان مش هقدر. جربه بس، مش هتسلق عمرك وتطلبه مني كل يوم. طب انا عمري كدبت عليك؟ طب خسران ايه ما تجربه؟ ولا امشي؟ لا ما تمشيش، خليه يوم. طب جربه بقى. بقول لك ايه يا دياب؟ ايه يا حبيبي تاني؟ خد لي فري بقى سجاره تانيه، ولا السجاره دي شكلها كده منفسه. منفسه مالها ايه؟ منفسه دي بولدة لحام. بس خفه مش طبيعيه. يوه يا اخي بقى ما تفسدنيش. يلا بقى لف لي واحده ثانيه. من عينيا يا حبيبه قلبي، الف لك اهي. تصدق بالله؟ اقسم بدين الله انت فاكر امي. مش قادر، كل ما بفتكر الراجل اداني بفلوس الحشيش فراخ وحمام، اشمعنى فراخ وحمام مع ان دي طيور ودي زواحف؟ انا سوري انت ما قلتليش يا دي. هو انت اتفقت معاه يديك بقيه فلوسك ازاي؟ هيديني بقيه الفلوس اكيد بيض يعني. ستي نجلاء، دي بقى اسئله حلوه عشان خاطري. ماشي الحاجه اهي. بقول لك ايه، انت شكلك كده عايزه تفصليني. خد انت لفي ام السيجاره، انا ماليش دعوه. انا تستهبل يا دياب، انت عارف ان انا ما بعرفش اتنايل على عين اهلي ولا الف ولا اتهب. ما تقولي من الصبح يا حبيبتي اعلمك اللفه. الله، اهو. يا نهار اسود يا جدعان. ما انا كل ما الف بص لي وانا بلف السياره بتوقع كده، اقوم انا ماسكها ومش عارف. يا دياب عشان خاطري بقى لف لي اي نيله اشربها، مش قادره. يا نهار طين، اعمل ايه بس يا رب انا دلوقتي؟ ولا يا ست الكل، والله ولا انا عارفه الفصلان وحش ولا. يا بنت الايه، لفتيها ازاي دي يا بنت؟ لفتها كده. والنبي الباشا عسل النهارده. ولا عاد جوزي المحروق ايديه اتكسرت، ما بقاش يعرف يلف، بقيت انا كمان اللي بلف. اوبا. لا بقى، ده انت تقعدي كده جنبي وتحكي لي بقى انت حكايتك انت وجوزك. تؤمر يا ست الكل، بس ولعي، اسمعي مني ولعي، وانا احكي لك كل حاجه. بيني وبينك مفيش احلى من قعده النسوان والرغي بقى. اوبا. ولعلي يا دودو ولعلي. تعالى تعالى مره. كيف الولاعه مستعجله؟ اسمعي، انت عامل دماغ وانا لا. انت اديتني فعلا صغيره متنيله ب 60,000. الله يحزوك، والله يحزوك. كريم كريم. ايوه ماما، تحت امرك يا حبيبتي. ايه يا حبيبي، عامل ايه دلوقتي؟ ايه اخبار الصداع؟ خوخه بتقول لي بقت احسن. خوخه؟ لا، ده انا بقيت التمام التمام، بقيت كويس قوي يا ماما. طب والنبي يا حبيبي، تنزل العربيه تحت تجيب لي محفظتي احسن، نسيتها هناك. حاضر يا ماما، ثواني وهجي. ايه ده يا خوخة؟ انت جايبه لي الشاي من غير سكر؟ يوه يوه يقطعني. لا سكر للسكر. بس 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 كفايه، انا باخد نص معلقه.
خوخة انت اليومين دول دماغك مش فيكي خالص. مش عارفة دماغي فيها ايه، بنسى كده ليه؟ ما تركزي يا بنتي. اتفضلي يا حبيبتي. اذا انت لحقت؟ ايوه بقى، بروح النادي كتير وتدريبات بقى وكده يا ماما. انت نزلت السلم ولا ايه؟ لا الاسانسير، اسانسير سريع قوي يا ماما. خوخة ما تعملي لي اي حاجة كده اشربها يعني، او سيبي لي شوية شاي. حاضر يا كريم، حاضر. عايزة اي حاجة حبيبتي؟ لا يا حبيبي مش عايزة حاجة. ماشي، سلامة يا حبيبتي. اتفضلي يا مدام، نورتي بيت. خشوا برجلكوا اليمين يا بنات وسامبو. بسم الله ما شاء الله يا ابلة، دي حلوة قوي. وهادي ومحدش هيحس بينا. تجنن 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 يا رب يا رب، كتر زمانها يا رب وخليها وش السعد علينا. ده انا يا مدام اعمل لك حاجات فيها فوق الروعه، السحر والجمال، حاجات عالميه خالص. فعلا حلوه قوي قوي قوي، تسلم ايديك وعينيك. ميرسي، كله من ذوقك. هو ده مستواك يا ابله سرور، انت تستاهلي اكتر من كده. بقول لك ايه يا ابله، اجري اجيب الجردل وسيق القرن. اقسمي يا بنت، ما هي زي الفل اهي يا ابله، عشان تزهزه وتنور كده. طب اجري اجري يا حساتي جردلك، اجري. عينيا ابله، اللي حصل يا صورة مش بس يا بنت، بس يا بنت هتفضحينا. ما يحس الملل لاصحابه، ولو حد اتقتل هنا ما حدش يحس بيه ابدا. جرايه فاخده المره بالصعد يا راجل. انا اسف يا ابله سرور. اتفضلي يا مدام، افرجكم على الاوض. اوكي اتفضلي يا مدام، نورتي بيت. خشوا برجلكوا اليمين يا بنات وسامبو. بسم الله ما شاء الله يا ابله، دي حلوه قوي. وهاديه ومحدش هيحس بينا. تجنن 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 يا رب يا رب، كتر زمانها يا رب وخليها وش السعد علينا. ده انا يا مدام اعمل لك حاجات فيها فوق الروعه، السحر والجمال، حاجات عالميه خالص. فعلا حلوه قوي قوي قوي، تسلم ايديك وعينيك. ميرسي، كله من ذوقك. هو ده مستواك يا ابله سرور، انت تستاهلي اكتر من كده. بقول لك ايه يا ابله، اجري اجيب الجردل وسيق القرن. اقسمي يا بنت، ما هي زي الفل اهي يا ابله، عشان تزهزه وتنور كده. طب اجري اجري يا حساتي جردلك، اجري. عينيا ابله، اللي حصل يا صورة بس يا بنت، بس يا بنت هتفضحينا. ما يحس الملل لاصحابه، ولو حد اتقتل هنا ما حدش يحس بيه ابدا. جرايه فاخده المره بالصعد يا راجل. انا اسف يا ابله سرور. اتفضلي يا مدام، افرجكوا على الاوض. اوكي اوكي يلا يا بنات. يا لهوي عليا يا بنت، افهمي، اشق هدومي منك؟ ايه لو ودينا الهام ويليام الحلقه ده دلوقتي مش هيدينا فيه ثلاثه ابيض. طب ليه؟ عشان هو اصلا حرامي، اسكان بيخفز بالحاجه اللي مش مسروقه الارض، ما بالك بقى بالحاجه المسروقه. علشان كده بقول لك لو رحنا بعناه له مش هنعرف نجيب شندوتشين من وينبي. طب والحل؟ الحل انا اقول لك، خلي الحلقه دلوقتي لغايه ما تلمي غله حلوه كده من واد كريم، نجمعهم كلهم ونروح نبيعهم، ساعتها اقدر افاصل واطلع بمصلحه حلوه. بس انا مش هينفع اخبي الحاجه هنا، لو خالتي لقيتها هروح في داهي. خلاص يا بنت، هاخده نشيله معايا لغايه ما نلم كده شويه حلوين ونروح نبيعهم. ماشي خدي، بس اوعى عينك تزوغ عليهم. تزوغ على ايه؟ هو انا نفسي بتروح للدهب، بس عيني يا بت بتزوغ على الرجال. ماشي اتفضلي. وزي ما حضرتك شايفه كده يا مدام سرور، عملت لك الصاله دي زي الف ليله وليله. ده غير الصاله الرئيسيه القريبه من اوض النوم، الصاله دي بقى للمناسبات الخاصه والضيوف المهمين قوي. ذوقك حلوة قوي قوي يا باشمهندس. على فكرة يا أبله سرور، أنا اللي شريت البوية ورجعناها عشان طلعت غلط. بقول لك يا باشمهندس، ما يلزمكش حاجة من البنات الحلوة دي، لك عدو مني ليه قصاد الحاجات الحلوة اللي أنت عاملها. ميرسي يا مدام سرور، أنا ماليش في الجودة خالص. ماله الجو يا أخوي، دافئ صيفا ومطر شتاء. اخرس يا بت، انا عارفه ان الباشمهندس مالوش في الجو ده، بس انا قلت يعني يمكن نفسه هفيته ولا حاجه.
يلا يا بنات على تحت، يلا بخروا الشقة بقى عشان الحسد عبال ما حاسب الباشمهندس. حاضر. يلا علينا يا ام. يا مريم اتأخرنا على التدريب. حاضر يا مامي، جاية اهو. قلتي يا ست دريه، انت مش شايفة ان نزولك كتر اول يومين دول يا كوكا؟ وانا بروح فين غير معاكوا حضرتك؟ وبعدين ده انا بحب اشوف الست مريم كده وهي بتلعب في النادي مع زملاتها، بيبقوا عاملين زي الفراشات. يعني انت خلصتي كل اللي وراكي في البيت؟ ده انا نظفت الاوض كلها ومسحت الحمامات وطبخت الطبيخ وعملت كل حاجه، كله عالي العال زي القشطه. بس بس يلا روحي غيري هدومك، بس لو مريم خلصت همشي واسيبك. كنت تلبس قبل جاد. فينا فلوسك؟ فلوسك وش جرانا اصلا ان معاك فلوس وضاعت مني؟ يعني ايه ببال عليك؟ وليه لا؟ بقول لك ايه، دوري يا حبيبتي كويس وفكري كده حطيتيهم فين. دورت في كل حته ما لقيتهمش. هكونوا كام يعني؟ وانت مالك انت كام؟ فلوس كتير تعب وشقايه. والفلوس الكتير دي اتحصلت عليها في المده القصيره دي ازاي؟ مش وقت الكلام ده يا راجل. وليه مش وقت؟ امال مال الحرام ما بيدوم. حرام يا راجل يا عواطلي، يا اللي قاعد من غير لا شغل ولا مشغله، يا اللي بتاكل من عرق النسوان. انا باكل من عرق النسوان؟ وانت تسرقهم كمان. عاجبك مجابك يا ست سامية؟ البنت مفعوصة بتسرقنا. لا لا مش كده، مش كده يا دوحة، انت كده غلطتي في الراجل. مش لما يبقى راجل. لا ده تزودتيها قوي. تحب اوريك الراجل ولا لا؟ بس يا وسخ يا حرامي. حرامي؟ انا على اخر الزمن اتقال عليا حرامي؟ طب على الحرام من ديني ما انت بايتة فيها. بص يا سامية، يا انت يا البنت دي في البيت ده النهارده. سايبها لك مخدر يا اخويا الخرابة اللي انت مسميها بيت، بس وديني ومعبد، اما كنت اجيب حقي تالت ومتلت ما بقاش انا دوحة. تفوع عليك وعلى اشكالك الوسخة. المركب اللي تودي كن علمك، البنت دي حاولت معاها بس انا ماليش في الوساخ. والنبي هي برضو اللي حاولت. العب يا اخويا العب. عارف ان القمر هيجي وينورني تاني. نبي يا اخويا قلبك دليلك. ايه حاجه عجبتك ولا ايه؟ حلوه قوي. ايه انا وزن قولك يا عم قول. انت الحاجات دي يا اخويا غاليه قوي. طب يا اخويا ما ينفعش يعني مثلا يعني استلف حاجه كده البسها اخرج بيها وارجع لك اخر النهار؟ ما كانش ينعز، ما عنديش ذهب للايجار. دايما سدد نفسي. طب يا اخويا اخلص امسك شوف دول يعملوا كام. ايه
تفضل. الله قري عم ويلة ما بحبها شوي. ما تزعليش اتفضلي، وكل ما هتجيبي اكتر كل ما انا ابحبحها اكتر. ماشي يا قمر؟ قول يا رب. يا رب. اوعى تفتكر يا اخويا ناصر ايه؟ لا هو انت وش ذلك؟ اه بحث حلوه قوي. اه قوي. دايما سند نفسي وقافلني. ماشي يا عم ولا. سلام. خش يا واد جوه. تعال شوي. يا لهوي. مساء الفل يا حلوه. كنت عند وليام الجوهرجي بتعملي ايه؟ هو انت خضتني يا سيد عشان تشك في قلبك. سيبك من شغل العفاريت ده وقولي لي، كنت عند وليام الجوهرجي بتعملي ايه عاوز؟ عفاريت ايه يا اخويا؟ هي العفاريت يا اخويا بتطلع كده البني ادمين من غير احم ولا دستور؟ عفاريت لما تبقى تنططك. انطق يا وزه. الله، هو في ايه؟ جواهرجي يعني هكون جايه له ليه؟ عشق جماله في الضلمه يا اخويا ولا جايه له باستشاره بروشات؟ انجز يا وزه وسيبك من شغل اللوعه ده. بسالك سؤال، كنت عند ويليام الجواهرجي بتعملي ايه؟ جواهرجي يا سعيد جواهرجي يعني هكون جايه له بعمل ايه؟ بشتري، بشتري ذهب يا اخويا. بتشتري؟ اه. وانتي بقى من امتى ان شاء الله وانتي بتشتري؟ بتشتري ولا بتبيع يا وزه؟ لا بشتري. ماشي، طب فين بقى اللي انت اشتريتيه؟ مفيش حاجه عجبتني. ايه اشتري بالغصب؟ صحيح، علمناه الشحاته. اتلم يا وزه كده وهاتي من الاخر وقولي لي، كنت عند ويليام بتعملي ايه؟ من الاخر كنت ببيع حاجه، ده محتاجه فلوس. في حاجه تانية؟ كده من ورايا. ده من امتى ان شاء الله؟ هو انا المفروض يا اخويا اخد الاذن؟ اه طبعا، مش انا اللي معرفك على المصلحه؟ اه مش فاهمه يعني. انا عايز نسبتي. نسبه ايه؟ الله، مش انا اللي معرفك على الراجل يبقى انا لازم اخد نسبتي؟ هي اصول الشغلانه كده. طب زق عجلك بقى من هنا يا سعيد. لا يا وزه تعالي لي بس كده واصحي معايا. نزل ايدك. اصحي يا حلوه. مش تبقي منشفه ريقي ومش طايلك وكمان هتعملي مصالح على قفايا. اصحي يا وزه معايا، انا مش عايز اتغاب عليكي ووريكي الوش التاني. ماشي يا سعيد، تعالى نتفاهم. يلا دم. توحة، أنا ما أخدتش حاجة، ما أخدتش فلوسك يا توحة. أنا عارفة يا رش، عارفة إنك مالكيش دعوة. والله العظيم ما أخدت فلوسك، والله العظيم ما أخدتهم. ما تبقيش حمارة بقى، أنا عارفة إنك مالكيش دعوة. طب والنبي يا توحة، والنبي ما تبلغيش البوليس عشان يجوا ياخدوا ماما وبابا. مش عارف اتصرف من غيرهم، والله ما عارف، اخواتي صغيرين مش عارف. ما تخافيش يا رشا، انا مش هعمل كده عشان خاطرك بس. طب انتي هتروحي فين دلوقتي؟ بلاد الله واسع. طب هو انتي لازم تمشي؟ ايوه، لو ما مشيتش يا اما هقتل ابوكي يا اما ابوكي هيقتلني، وفي الحالتين البوليس هيجيلنا. طب مين هيقعد معايا يتكلم معايا ويحكي لي حواديت؟ خلاص بقى، ما قلتيش صغيرة يا رشا. طب خلاص، أنا مش عايزة حواديت، أنا عايزاك أنت. أنا هطل عليكي كل شوية في المدرسة. أنا بحبك أوي يا توحة، بحبك أوي. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب، عملتوا فيا كده، عملتوا فيا كده، يا ابن الكلب، ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. الحقني يا حسني، الحقني يا حسني، شوف اخوك عمال فيا ايه، الحقني. هيكون عامل ايه يا توحة اكتر من اللي بنعمله؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه. انا مش قادر اساعدك، ده انا حبيبتك وهبقى مرتك. مرت مين يا بنت؟ الا انت مفكره اني هتجوزك؟ عايزاني اتجوز واحده سلمت نفسها ليا؟ سلمت نفسي لما عشقتك ولما وعدتني بالجواز؟ انا ما وعدتكيش بحاجه،
وروح ارمي بلاكي على حد غيرني، ما ناقصينيش مصايب. ليه يا حسني؟ ليه؟ ده انا عامله نفسي ما دايس تحت رجليك ليه؟ جينا للكلام اللي ما هياكلش عيش عاد. بقول لك ايه؟ كلام كتير معايسي. كلام كتير؟ ده انا لسه هقول لابويا واخليه يقتلكم. وهتقولوا لي هي حلوه؟ هتقولوا لي انك سلمتي نفسك لما عشقتي؟ ده مش بعيد يقتلك فيها. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منكم يا ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، حرام عليك يا حسني. ربنا ينتقم منكم يا ظلمه، ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، اعمل ايه اعمل ايه؟ حرام عليك يا حسني، ضيعتني ضيعتني. يا ولاد النصابي، طب والعمل؟ معرفش، ما انا عشان كده جيت لك. خدي امسكي يا بنت، خدي. لا 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 خدي والنبي. لا يا خوخه، اوعي معايا فلوس ابو قوامي، السمسار ما اتسرقتش. طب بقول لك ايه، بنت وزجاجيه دلوقتي هي بنت ناصحه وهتقولي لنا نعمل ايه. المهم ما تخافيش، يعني احنا جنبك. انا مش خايفه يا خوخه، انا هطجم الغاز هموت. انت تعرفي الفلوس دي انا تعبت وشقيت فيها قد ايه عشان تتسرق مني كده؟ ولا يهمك، بدا راس المال موجود. يا بنت راس مال ايه اللي موجود؟ بقول لك اتسرقت. انت مش قلت ان الحلاوه والجمال راس مال؟ وانت زي القمر كده؟ انت عندك راس مال كله. يخيبك، تمر فيكي العلام. امال ايه يا قبلتي؟ علامك برضه. والنبي يا بنتي يا خوخه، انت زي القمر. هاتي بوسه يا بنت. انت اللي مهونه عليا الدنيا. معلش يا اختي، معلش. عوضك على الله. منهم لله الحراميه. يعني يضربوكي ويطردوكي بعد كل اللي انت عملتيه معاهم؟ انا مش مصدقه ان في ناس بالشكل ده. انا لو منك اطلع على الجسم على طول. اسم ايه اللي اطلع عليه؟ اقول لهم الناس اللي انا عايشه عندهم ضربوني وسرقوني. طب افرضي بقى قلبوا الايه عليا، قالوا لي لا ده انت اللي سرقانه. ده هما فكانوا هيعملوا كده. وبعدين انت يا دوبك ما كملتيش شهر خدمه في البيوت، هيسالوكي بقى جبت الفلوس دي منين. ما هو ده اللي انا مفكره فيه. انا بس مش قاطع بيا غير ان انا مش هشوف البنت رشا. نسيها بقى. مش قادره، مش قادره يا خوخه، البنت دي واكله حته من قلبي. يوه، فكري يا اختي في نفسك، هتعملي ايه دلوقتي وهتباتي فين؟ انا عارفه، ما انا عشان كده جايه لكم. هو انت مالكيش قرايب خالص؟ هو انا لو ليا قرايب كنت قعدت عند الناس الزباله دي. والله لو كان ينفع يا توحه كنت قلت لك تعالي باتي معايا في بيت ابويا وامي، بس دي طايقانه بالعافيه انا والواد. لا يا وزه، كتر خيرك، انا عارفه ظروفك. وانا كمان خالتي جرشه ملحتي الاسبوع ده، ولو علي انا اشيلك واحطك فوق راسي واشيلك في فرشتي. بس يا اخو خلاص، ماشي. انا عارفه ظروفك يا اختي انت كمان. طب بقول لك يا بنتي يا توحه، ما تاجري يا اختي شقه. اجر شقه من خيبه ايه؟ وانا حلت اللضه بقول لك اتسرقت. يا بنتي يعني انت مش مدكنه فلوس هنا ولا هنا؟ والنعمه الشريفه ما مدكنه حاجه. انا مش فاهمه يا اختي، وانت ازاي تحطي فلوسك كلها في حته واحده في بيت ما نعرفلوش اصله ولا فاصل؟ خلاص بقى ما تقعديش تبكتي فيا بقى يا وزه، هو ده اللي حصل. انا ممكن اسلف. وانت بتتنقلي على عينك يا مخبله، انت تسلفيني منين؟ بنت يا وزه. ايوه ايوه، طلعي حاجه زي البنت اللي تطلعها. شفتي بقى بقى بقى
جبتي منين يا بنتي معكوسه الفلوس دي كلها؟ شبكتي. شبكتك؟ لو انت دلعتي شبكتي. شبكتي انت يا بنت؟ هو انت الوحيده يعني بيجيلك ذهب؟ انا كمان كريم بيجيب لي ده بيحبني. مش قادره اصدق حتى البنت زيد لها اسنان. خدي يا اختي خدي من عشر الام. يعني هتكون جابته منين؟ ها هتأجري شقه ولا لا؟ بقول لكم ايه يا بنات، ايه رايكم يعني لو احنا الثلاثه خدنا شقه وقعدنا فيها مع بعض؟ اهو انت يعني عماله تشتكي من امك وتقولي مطلعه عينك، وانت ابصر ما اعرفش خالتك ايه عامله فيكي ايه. ايه ناخد شقه كده نقعد فيها لحد يقول لنا رايحين فين ولا جايين منين، لا بينا ولا علينا. ايه طب تصدقي انت بنت نوره وخان ضيف. ايوه احنا فعلا نأجر شقه احنا الثلاثه، وكده لو اتقسم علينا الايجار يبقى كل واحد فينا هيدفع مبلغ قليل خلاص، خصوصا بقى لو جبنا شقه في حته رخيصه. لا انا عايزه اقعد في المهندسين. المهندسين ايه يا اختي؟ ناخد في شارع السودان اخر احمد عرابي، هو برده كانه في المهندسين. لا في المهندسين ذات نفسها. انتوا عندكم حد يعني يجيب لكم شقه؟ وحد ليه؟ ده انا يا بت دايره ولفه في المهندسين دي حته حته على كعوب رجلي، كلها ساعه وتكون جوه الشقه. يلا قوموا بيه. طب ناكل الهمبرجر. ماشي ناخده معانا. هيبقى عندنا شقه؟ ايوه. لا لا ناكل همبرجر بقى، نفسي اتفتح. ايه ده مش حاسه يا اختي البتاع الاحمر ده البتاع فين الكاتشب؟ كل مره ما الاقيش كاتشب، كل مره اجي اقول لهم فين. انت عم يا اخويا راح فين ده؟ والنبي يا راجل يا عسل يا اللي زي الشوكولاته انت، عايزين شقه كده تكون واسعه وشرحه وبرحه. او النبي ويكون كمان ثلاث مطارح، كل مطرح قد التاني وكل واحد متسكر عليه بباب. وتكون بحري وتراوح عشان الكتمه. اقل شقه ايجارها 3000 جنيه في الشهر. يا لهوي يا لهوي 3000 جنيه في الشهر ليه؟ على النيل يا اخويا. الراجل ده حرامي. ايه ده؟ ده والله ولا شهريه العمر. بقول لك ايه والنبي يا عم الحاج، ما نلاقيش عندك شقه كده رخيصه بس تبقى كويسه يعني؟ او النبي زي ما بتقول لك كده تكون رخيصه وحنينه، ده احنا غلابه ولا ايه؟ مش لازم تكون بحري او طراوه يعني، لو امكن مروحه سقف بس. ما عندناش شغل غير نقصر، روح اسكروا مع اهلكم. الهي تلدعك عقربه يا بعيد، مسمومه. عقربه ايه اللي تلدعوها؟ ملدوع جاهز لوحده. اهلينا؟ بعد اذنك ارجع البلد. ده جاي ده جاي من عند امي ولا ايه؟ يا بنت قوي يعني اضربه دلوقتي ولا اعمل ايه؟ يلا يلا اضربه. امشي منك ليه؟ اتفضلوا يا جماعه. يا ساتر. ايه رايكم؟ حلوه قوي. هي مش بطاله يا اخوي، بس يعني عفشها قديم كده ليه؟ وبعدين مفيش حتى نسمه هوا، ما الشقه دي قبلي ولا ايه؟ شكلها كده. وبعدين معرفش كده الموديل قديم كده بقاله يجي 10 سنين ولا حاجه ومخوخ ده ولا ايه؟ هو في احلى من القديم؟ ده الخشب الجديد كله مخوخ، القديم بيقعد سنين. اه وايجارها كام بقى على كده؟ 500 من الاخر. ايه 500 ده ايه؟ يفتح الله. يلا بينا يا بنات. والنبي يا بس مش عايزه اقعد مع خالتي، شكلها حلوه قوي. بقول لك ايه ما تبوظيش البيعه، احنا دايخين على كعوب رجلينا من الصبح، يلا بقى خلينا نخلص. السعر غالي خليه يهز فيه شويه مش كده؟ بقول لك ايه يا حاج، يعني احنا زي اخواتك، ممكن تقلل لنا في السعر شويه؟ ما اقدرش. ليه؟ صعب. ليه؟ يا اخويا هزها شويه عشان خاطرنا. والله ما فيش زيها في المنطقه، لو دورتوا مش هتلاقوا زيها ولا ارخص منها. طب هنجيب فلوسها منين؟ هتتدبر بقى. النبي يوسف. خلاص خلاص. خلاص يا اخويا نقرا الفاتحة. مبروك يا بنات، اتفرجوا على بقت شقة قبل ما اروح اجيب العقد. يا لهوي واسعة واسعة، البلكونة دي لازم نعمل فيها قعدة ونقعد فيها بعد الظهر نشرب شاي بالنعناع. اه وهنا اهو انا عايزة قعدة عربي اللي هي الشلة دي، نقعد كده ونعزم الناس ونقعد ونشيش. انت عايزة قعدة مدندشة. الله الشقة تفرح يا عيال، انا مبسوطة قوي. عندنا بيت، انا اخش اتفرج. يلا اجري. حلوة حلوة. بس متهيألي يا عيال عايزة وش نظافة ولا ايه؟ وش نظافة ايه يا اختي؟ ده احنا احتملنا بيها العفش عشان ندفع الايجار. واحدة 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 يجي لنا فلوس ونوط. يخرب بيت البخل ده انت كده. يا ريتني فلحت. بقول لكم ايه؟ انا هاخد الأوضة دي. لا انا اللي هاخد الاوضه اللي بالبلكونه. يا دي النيله انتوا هتتخانقوا من اولها. انا اللي دافعه يبقى انا اختار اللي على مزاجي. اما انك بنت واطيه صحيح، هو انا بنت مش قايله لك هديكي فلوس اول ما يجيني فلوس؟
حق ربنا يا خوخه توحى هي المفروض تاخد اكبر اوضه، هي اكتر واحده يا اختي هتقعد في الشقه وهي اكتر واحده محتاجه لها. ما اقصدش يا توحى بهرق معاك. بهرق؟ حكيم انت يا بنت كل الكون فلاحين لقيمه. البهرق قال والهزار بيبين اللي جوه الواحده بقى. وبعدين انت اول ما الفلوس جريت في ايدك اتنمرتي على طول. قص عليكي قص عليكي. طب عشان الكلمه دي انا اللي هدفع الشهر الاولاني لوحدي. والنبي ما انت راجعه في كلامك، انا اصلا بتلكك عشان ما ادفعش معيش. طب والله ما هي راجعه. مقبوله يا اختي. المهم دلوقتي ركزوا يا بنات، مش عايزين حد يعرف حاجه خالص عن الشقه دي. وانا مين يعني هيعرف عني حاجه يا حسره؟ انا مش هينفع اقول لخالتي؟ يا دي النيله يا بنت افتكرتك خلاص اتنصحتي. هتقولي ازاي لخالتك ان انت عندك شقه؟ هتقولي جبتي الفلوس منين؟ هتردي تقولي ايه يا اختي؟ واذا كان على البيات كل شويه بقى تبي تدبري لها حجه. يا هوانم جبت العقد معايا. الراجل ده يلا عشان نمضي العقد. يا لهوي عليا هاني بيه. اركبي. لا يا اخويا ما يصحش سمعتي. وايه اللي سمعتك يا بنت وانا بحب فيكي؟ اركبي. حمش والله حمش. وعلى فكره الست منين يا اخويا ساعات كده بتحب يكسر لها ضلع احلى. طب اركبي بقى بدل ما دغدغك على بعضك. يلا. هتدغدغني؟ اه. هيك. فك ورق كل المعلبات اللي عنده. ايوه يا باشا دخل اوضته وانا رحت ابصمت عليه بس لقيته بيفك كل الورق فقعدت بقى مركزه معاه من ساعتها. شاطره والله العظيم. كويس انك مصحصحه الحاجات الصغيره دي. بس انت متاكده انه ما بيعملش حاجه تانية؟ لا ابدا. ولو في حاجه كنت قلتها لك على طول يا باشا هخبي عليك يعني. شاطره شاطره جزء. انا عايزك تفضلي مصحصحه كده على طول. اوعي اوعي يشك فيكي تماما. بس انا عايزك المره دي تعملي لي حاجه تانية. عينيا يا باشا وحياتك هيجيلك وقت ما تحتاجني على طول. حط رجليك في ميه وملح. انا عارفه من الوقفه بتتعبك طبعا. اتزبطي يا بت اتزبطي. حاضر. عايزك تجيبي لي حاجه من المعلبات اللي بيفك ورقها بس اوعي ياخد باله ولا يحس بحاجه زي كده. تمام. تاخدي وقتك على الاخر عشان ما يشكش فينا. حاضر. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا باشا. ماشي. هتاخدي العلبه دي هتحطيها في كيس اسود وتديها لنوح. هو هيجيبها لي. اوعي تيجي انت. حاضر يا باشا. مفهوم. امسكي خدي دوري. تسلم يا باشا خيرك سابق. انت ايه اللي بيوديكي عند وليم الجواهر كده؟ ايه؟ لاحظت ان انت بتروحي له اكتر من مره في فتره قصيره. كل حاجه تعرفها يا باشا. انجازي. يعني عندي واحدة صاحبتي كانت محظورة في قرشين فاستعصبتني يعني في حتتين صيغة كده وهملة. بلاش وليم. وليم سمعته مش حلوة ولاين عليه كتير. غيريه. بس يا باشا ما بيعش خالص صيغة ولا أعمل كده تاني. مش للدرجة دي. لأ ما تلاقيش. أنت عارفة إن أنا في ضهرك. بس أقول لك كده عشان بخاف عليك. صحيح يا باشا بتخاف عليا؟ مالك يا بنت في إيه؟ ولا حاجة. ولا حاجة يا باشا. تأمرني بحاجة؟ لا. أمشي يعني؟ اه. طب باشا معلش يعني. أصل أنا كده كنت عايزة أكلمك في موضوع مقلقني يعني. إرغي. أنا ملاحظة كده يا سعادة الباشا إن حضرتك يعني بتقابلني كده في أماكن مقطوعة وبصراحة الكلام زاد عليا وأنا خايفة على سمعتي. نعم يا أختي. نعم. خايفة على سمعتي.
يلا بنت من هنا يلا. السلام عليكم يا باشا، تأمرني بحاجة يا باشا؟ يلا يا بنت امشي حاضر اخلاصي. يا باشا الله ما تزقش. والنبي دمك خفيف يا مضروب. شفتي يا بنت؟ ايه ده؟ مالك يا بنت في ايه؟ اسكتي يا خالتي، شفتيش اللي حصل لأم مدام درية؟ ايه يا اختي ايه اللي حصل لها؟ وقعت من على السلم وكسرت رجليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دي ست كبيرة والكسرة بتبقى صعبة على الناس الكبار دول. هم النبي صعبان عليا قوي، والدكتور قال لها ما تتحركش من السرير، فيعني مدام درية قالت لي لو أقدر أبات معاهم كام يوم كده لو احتاجت حاجة يعني. ومال؟ ست كبيرة ولازم نقف جنبها ونساعدها، بس غير حاجة كده؟ لا هتديني فلوس، بس ما اتفقناش على حاجة يعني، وبعدين يعني أنا مش لازم أبات كل يوم لما تحتاجني بس. ومال؟ أنا الصراحة الناس دول محترمين وما خافش عليكي منهم أبدا. روحي روحي. والنبي عسل. خوخة خوخة تعالي. أموري يا ست درية. يلا تعالي معايا عشان نروح نودي الأكل. طب ما تخليكي أنت يا مدام وأنا أودي الأكل للبيت. لا أنا أصلي مخنوقة عايزة أتمشى شوية. ليه كف الله الشر مخنوقة ليه؟ مخنوقة وخلاص. هي الواحدة منينا كده بتبقى مخنوقة كده من غير سبب ساعات. كفاية رغي بقى، يلا هاتي الأكل وطل. ماشي. يا كريم كريم إحنا نازلين، ذاكر بقى وما تلعبش. حاضر يا ماما. يلا. يوه شكلي نسيت محفظتي فوق. بقول لك ايه، روحي على العربيه وانا هحصلك. يلا روحي يا بنتي يلا. نهار اسود. بتسرق امك يا كريم؟ ها قولي ليه؟ احنا مقصرين معاك في ايه؟ بتطلب ايه وما بنجيبهولكش؟ انت رد رد عليا. كنت بتودي الحاجات دي فين؟ بتودي اللي بتسرقه ده فين؟ ما تخلينيش اعلي صوتي اكتر من كده احسن. وديني وديني ابعت اقول لابوك، ولو جه هنا هيموتك. رد عليا احسن لك. قولي عليك فلوس لحد؟ ها؟ حد بيهددك؟ بتشرب سجاير؟ لا. امال ايه؟ كنت بتودي الدهب ده فين؟ كنت انت كنت بديه لخوخه. خوخه؟